إن شاء الله يكون حوار ينال رضا إعجاب حضراتكم زي ما اتفقنا وزي ما دايما معودينكم. يلم ده احمد حسن، خطيره خطيره على السنتر، وهوبا والهدف والهدف والهدف. الله 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 عليك يا فضل، الله 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 عليك يا فضل. روعه 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 روعه. هتعمل ايه يا عبد الواحد يا ابني؟ ما عندكش بخت يا ابني. إنك تسمع صوته وهو في الملعب، مهاجم طويل القامة بيسجل الأهداف بمنتهى السهولة مستغلاً مهاراته وقوته وقدرته على تجاوز كل المدافعين. لكن مع اعتزاله أصبح حديث الساعة، سواء بشغله ومجهوده أو دخوله في مناوشات مع بعض الشخصيات، لكنه فضل محتفظ بأدبه وحسن الخلق. محمد فضل الحسيني زهران، والمعروف للجماهير باسم محمد فضل، المولود في القاهرة بتاريخ 12 أغسطس 1980، واللي بدأ رحلته في عالم كرة القدم من خلال فريق الصيد، ثم الانضمام للنادي الأهلي والمشاركة في كأس العالم بمصر 97، ثم الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري والاحتراف في الدوري الكويتي ضمن صفوف فريق كازما، ثم العودة إلى الإسماعيلي والتألق الكبير مع الدراويش عشان يقرر الأهلي يرجعه لصفوفه من جديد، ثم استكمال المسيرة مع فريق سموحة والإنتاج الحربي انتهاءً بذئاب الجبل والاعتزال مع فريق المقاولون العرب. فضل خلال مسيرته انضم لصفوف المنتخب الوطني أكثر من مرة، وقدر يسجل هدف التأهل لأمم إفريقيا 2008 بهدف الفوز القاتل في مرمى بوتسوانا، ده غير فوزه ببطولة الأمم 2008 مع المنتخب والتتويج ببطولة الدوري مرتين وكأس السوبر مرة، وكلهم مع النادي الأهلي. وبعد اعتزال كرة القدم شغل محمد فضل منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وحقق نجاحات ملحوظة، علشان يقرر ترك المنصب والعودة للعمل في مجال تحليل المباريات، ثم التواجد ضمن أعضاء اللجنة الخماسية اللي بتدير كرة القدم المصرية حالياً من بعد أمم إفريقيا الأخيرة 2019. أزمات وقضايا كتير جداً واجهت محمد فضل واللجنة الخماسية مؤخراً، وقدر فضل بحس رجل القانون إنه يتخطى العديد منها، ولا يزال البحث عن حل للمشاكل الأخرى قائم. محمد فضل هيفتح قلبه ونعرف منه كل الأسرار والكواليس لأبرز وأهم القضايا الكروية مؤخراً. كل ده وأكتر مع عمر ربيع ياسين وبرنامج نمبر وان. يا سلام عليك، هذا يا فضل من فضل ربي. فضل برحب بيك عمر، كل سنه طيب وكل طيب. سنه والساده المشاهدين طبعا طيبين، ودايما انت عارف يعني انا بحب ابقى مبسوط جدا وانا معاك حبيبي يا كابتن فضل. يمكن عايز ابدا معاك البدايه تكون مختلفه شويه، يعني انا عايز ارجع معاك كده بالذاكره لورا ومسيره كابتن فضل في نادي الصيد، والبدايه كانت صعبه من نادي الصيد لمنتخب مصر، ودي كانت حاجه بتبقى نادره شويه. حضرتك عارف ان طبعا. المنتخبات بتركز على الاهلي والزمالك والاسماعيلي، نادي الصيد مش بيبقى فيه التركيز قوي، لكن ايه اللي خلى كابتن فضل يعمله وهو في نادي الصيد تخلي الانظار كلها تروح له علشان يروح لمنتخب مصر؟ هقول لك، بص طبعا هو يعني نادي الصيد او اي نادي اجتماعي النقله انك انت تدخل على طول منتخب دي صعب، يعني طبعا. حتى ما يبقى مثلا لو انت عندك موهبه او بتشتغل على نفسك او حاجه معينه بالتدرج الطبيعي بتروح نادي كبير، وبعد كده من النادي الكبير ده تروح المنتخب. اللي حصل ان انا يعني كنت في نادي الصيد، طبعا انت عارف النوادي الاجتماعيه دي تبقى الواحد بيلعب ما عندوش اي هدف طبعا، ولا واحنا دلوقتي خلي بالك غير زمان. زمان مفيش موضوع الاحتراف، ان انت الولد هو بيلعب طموحه ان هو يلعب في الاهلي بس ما يعرفش ان ده ممكن يبقى دي مهنه. صحيح. فالدراسه طبعا كانت اهم، لغايه ما جه مدرب وانا عندي 14 سنه كابتن نبيل البحطيطي، ده طبعا لاعب سابق في الاهلي وانا بالنسبه لي كان اول مدرب بقى بحق وحقيقي مسكني. انا كنت بلعب هاف رايت او نص ملعب، فجه كابتن نبيل مره واحده قال لي انت تلعب فروت، كان اول مره، فبدات اول موسم طبعا تدريبات بقى مختلفه تماما، ابتديت مره واحده من هوايه ان انا فعلا ابتدي اركز، ابتديت مره لوحدي، اصحى بدري انام بدري، مفيش صحابي، يعني مثلا احنا في اي نوادي بقول لك اجتماعيه انت بترجع البيت براحتك بتخرج مع اصحابك،
الموضوع مثلا كنت برجع انام 10 ماكسيمم، اصحى بدري لوحدي، ممكن اروح اتمرن لوحدي من غير ما حتى ابويا وامي ويعني حد يعرف، انزل اجري في النادي لوحدي، اتمرن لوحدي. كنت بعمل كل حاجه سبحان الله يعني. ابتديت عمر اقرب من ربنا لوحدي، ابتديت اصلي لوحدي، محدش كان بيقول لي صلي. ده حقيقي فعلا، ابتديت اصلي لوحدي، ابتديت اربط ان موضوع الصلاه وموضوع ان انت بتشتغل وبتتعب عشان ربنا يديلك من غير ما انت في دماغك ان انت عندك طموح ان انت تلعب كوره بجد. كل الحاجات دي مع كابتن نبيل، لقيت نفسي اول موسم جبت، كان نادي الصيد يعني اعظم لعيب في الناشئين في الموسم، 5 تجوان 6 تجوان. اول موسم جبت 35 جول، فدي كانت بالنسبه لي يعني لا ده موضوع ممكن يبقى كويس. لقيت ما بالصدفه كابتن حازم الهواري ومهندس هاني بريده كانوا في نادي الصيد بيصلوا الجمعه وبيتفرجوا في ماتش، فلقوني مثلا في 10 دقايق جبت 3 تجوان وكنت عندي 15 سنه. فقال طب ناخده نوديه معسكر منتخب، كان ساعتها منتخب مع دكتور محمد علي الله يرحمه كابتن شوقي غريب بيستعد لكاس عالم 97 في مصر. فانا رايح معسكر ولا مش فاهم يعني ايه معسكر اصلا، مش في دار مدرعات ساعتها انا فاكر، ومش عارف اروح اعمل ايه يعني. رحت بقى طبعا من ساعتها بقى لغايه ما لعبت كاس امم واخدناها الحمد لله، ثم كاس العالم في مصر، وبعدين انتقلت للاهلي ما طلعتش خلاص. يعني انت لعبت في كاس العالم، لعبت في امم افريقيا، وحققت بطولات قبل ما تخرج من نادي الصيد، بس بالضبط. بالنسبه لك الشعور كان غريب، او بالنسبه لك الكل كان باصص للكابتن محمد فضل ان هو بيلعب في نادي الصيد، بيحقق بطوله امم افريقيا، بيحقق بطوله او بيبقى موجود في بطوله كاس العالم، ده حاجه بالنسبه لك كانت حاجه مختلفه في ظل النجوم اللي انت كنت موجود وسطيهم ووسط الكوكب اللي انت موجود وسطيها، ما حسيتش بحاجه غريبه؟ بص انا بالنسبه لي وانا صغير كان هما الموديول بتاعي او الموديل بتاعي احمد عبد الله وحازم امام نادي الصيد يعني. فحتى لما كنت بعد ما وانا في المدرسه كنت هدخل، كان تفكيري ادخل كليه طب زي احمد عبد الله، طب اسنان زي احمد عبد الله، ده حقيقي حتى بقعد اقول له كده. وحازم بالنسبه لي هو حازم يعني، واحد من نادي الصيد، لعيب قوي جدا جدا وحريف جدا، وتقريبا نفس الظروف الاجتماعيه ان هو نادي الصيد، هو راح نادي الزمالك طبعا حازم، فهم دول يعني احسن حاجه ممكن اوصل لها، ده كان تفكيري. فاكر البطولتين كابتن فضل؟ كاس امم طبعا، كاس امم لما رحنا كانت في بوتسوانا. كواليسها ايه؟ لا كتير، خلي بالك انت رايح عمر برضو نادي الصيد، انت اخرك وانت بتلعب ماتشات صحابك بيتفرجوا عليك وتقعد تتكلم. لا انا بكلمك فيه في كواليسه بقى، مره واحده انت رايح لابس لبس طالع مع المنتخب، رايح طيران، هتمتحن هناك في بوتسوانا، خلي بالك كانت امتحانات ثانويه عامه، وانا كنت بذاكر، وبعدين انا كنت يعني مش لو بذاكر بقى دحيح، لا مش دحيح، بس انا مخي كويس وكنت بحب يعني اعمل اللي عليا. فرايح انت ثالثه ثانوي تمتحن هناك في السفاره، ومعاك طبعا لعيبه يعني، كان معانا مثلا اشرف عبد الجليل، لعيب اسمه اشرف ايه ده، كان جايب 38% في ثانيه ثانوي، حسن جاب 91%. فانت عندك، انت بتذاكر لهم وبتذاكر وعندك بطوله مهمه جدا، وانت كده كده وصل كاس عالم، بس بتلعب بقى افارقه، دي حاجات جديده يعني بالنسبه لي، ده انت بتلعب بقى غينيا وبتلعب بكوت ديفوار وبتلعب بمنتخبات كبيره. فطبعا احنا كنا مركزين جدا، كنا قريبين من بعض جدا، دكتور محمد علي الله يرحمه كان راجل يعني، وانت عارف حتى كمان هتلاقي عشان كابتن ربيع في السن ده، خلي بالك ده اصعب سن طبعا، انت بتحفظ الواحد واجبات يعني ومهمته ووظيفته. فانا كنت يعني تقول لي باك رايت بيعمل ايه، اقول لك باك رايت لما يجي يدخل لجوه مش عارف بيحصل ايه، يطلع لبره، كان دكتور محمد علي الله يرحمه كان بيحفظنا الحاجات دي، بلس ان انت شخصيتك بتتكون، بلس ان انت لازم طموحك بيبتدي، فانت حاجه من الاثنين في السن ده، يا عندك طموح وبتجدده كل شويه، يا ما عندكش طموح وهدفك انك انت تبقى لعيب في نادي بتاخد فلوس في وقت معين وخلاص، ده اصعب سن. فالكلام ده كله الحمد لله ان احنا اللعيبه اللي موجوده لعيبه كويسه جدا، كلنا كنا بنجدد طموحنا وبنساعد بعض، كلنا بنحب بعض، عشان كده خدنا كاس امم، وفي كاس العالم الحمد لله برضو عملنا اداء كويس يعني. كنت خايف ان انت ما تشاركش في كاس العالم بعد امم افريقيا؟ طبعا عشان كانت في مصر خزد. بقى وتتكلم بقى في تجربه مختلفه تماما. كنت خايف، وكنت في فريق رقم 5، فانت هتحط يعني في الاخر هتبعت السكور شيت 18-1، واحنا كنا تقريبا راوند 25، ففي 7 بره، وانا فريق رقم 5، فدي صعبه جدا. ايه اللي حصل؟ كان عندنا معسكر في رومانيا وهولندا، لقيت نفسي طبعا يعني اخدت عهد كده مع نفسي ان انا هعمل اقصى حاجه ممكن اعملها، يعني مش هبخل بحاجه يعني.
وسابع ربنا بقى. لقيت نفسي في الفتره دي والله عمر يعني اي حاجه كانت بتتعمل اي تدريبات اي حاجه رقم واحد. كنت بطلع واحد فتنس رقم واحد. كنت فعلا بموت يعني. بنام بدري مركز ابص على الناس بتعمل ايه اعمل زيهم ابقى احسن عاوز ابقى الاحسن 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 لغايه ما جيت في كاس العالم يعني بنسبه خربك 90% انا بره. ده طبيعي ان الترتيب واتفاجئت انك موجود ولعبت الماتشات كلها. يعني طبعا عشان نادي الصيد برضو خلي بالك الكريدت بتاع نادي الصيد مهما كان لكن انت عندك مدير فني واثق فيك الجهاز واثق فيك. وبعدين لعبت ماتش تايلاند لعبت بعد كده المانيا كنت كويس بعد كده لعبت اسبانيا فانت عندك الحاجات الحمد لله اختلفت بقى تمام بقى كل حاجه. انت ليه عندك دايما في منتخبات مصر او دايما في منتخبات الشباب اللعيبه اللي بتبقى سوبر ستارز بعد كده ممكن ما تكملش عكس لو لاعب اندر ريتد شويه او لاعب مش واخد حقه بتليه هو اللي كمل وبقى نجم النجوم بعد كده. فانا عايز اسالك سؤال اقول لك مين من اللعيبه اللي انت كنت شايفها هيكون لها شان كبير وبعد بطوله كاس العالم ومع الايام اختفت؟ معظمهم اللي كان ليهم شان كبير باستثناء واحد. يعني احنا كان عندنا اقوى ناس عندنا في المنتخب طبعا. انا برد عليك في السؤال الاولاني موضوع التسنين. خلي بالك برضو احنا عندنا المحافظات موضوع التسنين ده مشكله. فانت ممكن تكون بتلعب مع سن عندك 15 سنه هو عنده 17 فانت مش عارف فهو في السن ده هو امكانياته البدنيه والذهنيه اكتر منك لكن لما بيجي في سن معين 18 او 19 انت بتتساوي. فالموضوع هو بيقع وانت بتطلع وده حصل في اهلي وزمالك في انديه كتير جدا باسامي ناس معينين يعني مصر كلها عارفاهم يعني. في المنتخب بتاعنا كان هاني سعيد طبعا مميز جدا طبعا فهاني استمر طبعا ابو العيلة طبعا احمد بلال طبعا كان اشرف ابو زيد. اشرف ابو زيد ده كان هو نجم المنتخب كلنا كنا بنسمع عنه وبنشوفه وبنتابعه. اشرف هو بس يعني هو حصل له دروب قوي جدا بسبب ان هو بعد الكاس العالم هو جاله اوفر هو هاني سعيد بس من اودينيزي وراحوا فعلا. تخيل انت ما تكون بتلعب مع بيرهوف بعدين ما رحت ترجع تلعب نادي الاهلي. فاشرف راح هرب هو هاني بعد كده اشرف رجع الاهلي طبعا ابتدى اصابات وكده فعشان كده ظروفه يعني التوفيق طبعا ما ساعدوش اختفى طبعا. هاني فضل هناك موضوع طبعا اودينيزي باظ لما اشرف رجع بس هو فضل مستمر هناك وبعد كده راح باري وكمل بقى خلاص يعني. فالحته دي بترجع في الاخر لشخصيتك يا عمر لطموحك انت عاوز ايه هدفك ايه هدفك ان انت خلي بالك في ناس لما بتاخد اول تعاقد خلاص هو خلاص طموحه بيقل بيبتدي يركز ان هو يجيب عربيه يجيب بيت هو ده التفكير. عشان كده تلاقي ان صلاح بدي مثال يعني ما شاء الله بيجدد طموحه. هتلاقي دايما الناس اللي هي الريتد اللي هم الرانكينج من احسن لعيبه في العالم هتلاقي ان على طول لما يجي يطلع يعمل انترفيو هو بيكلمك على اللي جاي ما بيكلمكش على اللي فات. ما يجيش يقول لك اصل انا لما جبت كام جون كنت هداف خالص بيجي يقول لك على طول انا هعمل كذا انا عاوز اخد بالون دور مثلا عاوز اعمل كذا حتى صلاح صح. فهو ده دي الشخصيه وطبعا ده بيخلينا اقدر اقول لك موضوع اللايف كوتش. احنا زمان ما كانش عندنا لايف كوتشنج دلوقتي في لايف كوتش فتلاقي ان كل الناس من الحاجات دي عندهم لايف كوتش فبتدي يتكلم معاه يبتدي يقنعك يبتدي يعلي شخصيتك يخليك تفكيرك مختلف. الكلام ده كله ليه دور كبير يعني العلم. انت بقى بعد البطوله يمكن انت الوضع بالنسبه لك كان غريب انت عمري ما في حياتك ما حد كلمك ايجنت وكيل لعيبه اوفر جالك فالموضوع بالنسبه لك دلوقتي بدا ان الموضوع يبقى مختلف بالنسبه لك. اكيد العروض اللي جات للكابتن محمد فضل ما جاتلوش هو اكيد كان في كلام مع نادي الصيد كان في كلام مع مدربينك كان ممكن يكون في كلام خفيف معاك لكن ازاي بدات العروض تجيلك وليه اخترت النادي الاهلي دون عن بقيه الناس اللي كانت بتكلمك وهل كان عندك عرض خارجي ولا لا؟ اكيد كواليس كتير في الفتره دي ما حدش يعرفها غيرك علشان كان السوشيال ميديا اقل بكتير من دلوقتي طبعا. طبعا طبعا السوشيال ميديا كانت ما فيش تقريبا ما فيش سوشيال ميديا اصلا. ف يعني لما رحت من الصيد للاهلي قبل ما اروح للاهلي يعني كان جالي خلاص انت لعبت كاس عالم كنت كويس جدا والناس صح. كلها اتكلمت عنك ان حتى في ماتش اسبانيا احنا اتغلبنا 2-1 بس انا لما نزلت في اخر ربع ساعه جبت كره بدماغي في العرض. صحيح. فدي اللي فرقت مع الناس ان الراجل ده ازاي ما نزلش من بدري فانت عارف لما بيحصل لما الحدث بينتهي الناس بتفتكر اخر لقطه. فالموضوع ده عالي جدا فجالي اوفر من الزمالك وجالي من الاسماعيلي بس الاسماعيلي عن طريق طبعا المهندس عماره دكتور عبد المنعم عماره سوري طبعا دكتور عبد المنعم عماره ابنه كان معايا في مدرسه صاحبي جدا محمد. فقالوا لي انا كنت عايز ادخل طب اسنان كنت جايب 96% بسم الله ما شاء الله طب اسنان 96.2 ماشي فقال لي هدخلك بس في اسماعيليه بس تلعب في الاسماعيلي
وطبعا انا راجل اهلاوي جدا وعضو عامل في، يعني كنت عضو في الاهلي طبعا قبل ما ما اكبر فبقى عامل، وابويا الله يرحمه وام يعني العيله ما فيهاش يعني. فطبعا قلت له، قلت لابويا لا هروح اعيش في اسماعيليه، الموضوع منتهي تماما، فقدامي اهلي يا زمالك يا اهلي او زمالك. جه ناس من الزمالك، جه كابتن احمد مصطفى ومستشار جلال ابراهيم للبيت. اول ما جم البيت طبعا صحاب ابويا يعني، مستشار جلال ابراهيم صاحب ابويا جدا يعني، فجه لقيت نفسي انا نازل وما مش مرتاح، ما اقدرش مش قادر. كان في رد فعل والدك في اللحظه دي او كان في تعامل؟ بابا جالي، هو اهلاوي جدا اصلا، فقال لي ايه يعني، فما اتكلمتش يعني، كنت مكشوف جدا وبتاع. ونزلت حتى خرجت مع اصحابي وكده، رجعت تاني يوم. فتاني يوم قلت لبابا اديني يوم افكر. تاني يوم لقيت طبعا استاذ حازم الغواري جالي، وتاني يوم بالظبط يعني خدني، رحنا النادي الاهلي. يعني داخل لقيت مهندس عادل القيعي ساعتها، ولقيت الله يرحمه كابتن صالح سليم، ده بالصدفه يعني. بس اول ما دخلت فقام جاي بيقول مين، قال لهم مين الولد ده. كنت قاعد في المكتب كبير مش هنسى يعني، وكان اللي قاعد في مكتب كابتن عادل القيعي، وكان كابتن صالح قاعد قدامه. فانا دخلت كده قعدت على الجنب انا واستاذ حازم الهواري. بعد كده هو قام جاي مسلم عليهم كلهم، كابتن صالح الله يرحمه. بعد كده مين ده؟ قال له ده الولد بتاع نادي الصيد الجديد. عرفت بعد كده بقى ان طبعا كابتن طاهر ابو زيد كان يعني كان عاوز ان اروح جدا، وكان في ناس في الاهلي يعني متحمسه جدا ان انا اكون موجود. كابتن صالح قام جاي واخدني دقيقتين بالظبط، اتكلم معايا. فاكر قال لك ايه؟ طبعا ما للاسف حاجه ما ينفعش تحكي يعني، لو بس هو حاجه بما معناها يعني الملخص بالزبط. ملخص القصه يا عمر، ان انت جاي من نادي الصيد، فانت عشان تلعب كوره لازم تحارب صح، ولازم تتعامل مع كل الناس. ده ملخص الكلام صح. يعني فانت قد الكلام ده ولا مش قد الكلام ده؟ نادي الاهلي نادي كبير، اسم كبير جدا، مش اسم كبير كرويا، احنا بنتكلم في المبادئ الاول والشخصيه، وان انت يبقى ازاي شخصيتك بتاثر في اللي حواليك، ثم بعد كده كل حاجه بتيجي، النجاحات بتيجي والكوره وكل حاجه. فالكلمتين دول يعني طبعا فرقوا معايا، ممكن كنت ساعتها صغير مش فاهم كل التفاصيل، بس الله يرحمه يعني كاريزما جباره جباره. واحد اتكلم معاك كلامه قليل جدا، في الصميم، اتكلم في حاجه ليجند قاعد معاك، مش عاوز تمضي، ده انت يعني ده انت تمضي وتبصم وتقوم كمان تنطق صح. فالله يرحمه فعلا، الناس دي فعلا هي اللي عملت او من الاسباب الكبيره جدا في ان هي تخلي اسم الاهلي كبير قوي. واتمنى ان دايما الناس الحلوه بتروح، اتمنى الناس دي كانت تبقى موجوده. مضيت برضو على بياض ولا اتفقت برضو على؟ ما انا عمري ما خلي بالك، انا عمري في الاهلي سواء المره الاولانيه وانا صغير او حتى المره الثانيه ما شفت بيتكتب ايه. المرتين واسال الناس. عمري ما اتكلمت فلوس من الاهلي خالص يعني. فاكر اول يوم ليك بقى في التدريبات؟ الموضوع بالنسبه لك كنت بتخش اوضه بتاعت اللعيبه في نادي الصيد، الوضع دلوقتي بقى مختلف، انت بتخش دلوقتي النادي الاهلي اول يوم ليك، نجوم موجوده في غرف خلع الملابس، انت بالنسبه لك كنت بتشوفهم اللي كان مثل اعلى ليك واللي كان زميل لك في المنتخب واللي انت كنت على علاقه بيه قبل كده، لكن اكيد الوضع لما تكون زميل ليهم داخل غرف خلع الملابس الموضوع بيكون مختلف تماما. طبعا مختلف يعني. نادي الصيد انت بتروح اصلا ممكن قبل التمرين يعني انا كنت اخر سنتين قبل ما اروح كنت ملتزم جدا في نادي الصيد يعني، حتى كمان كنت مثلا لو التمرين الساعه 4 انا كنت بروح مثلا 2 بجد، ده حقيقي، واتمرن تمرين تخصصي لوحدي، كنت بعمل حاجات. عشان كده انا تعبت جامد قوي وانا صغير. لما رحت الاهلي الموضوع مختلف بقى، انت عندك التمرين الساعه كذا، في لبس مع نادي الصيد انت ممكن تلبس اللي انت عاوزه براحتك يعني، في نظام بس مش هو نظام الاهلي طبعا. فلا الموضوع كان مختلف تماما. فتره المنتخب فرقت معايا جدا. فما رحت الاهلي قعدت بالظبط حوالي شهر، كان كابتن مختار وكابتن ضياء جهاز طبعا فنيا، كانوا كابتن محمود صالح فنيا كانوا جامدين جدا، علموني حاجات كتير جدا يعني، اتعلمت مع دكتور مع طبعا كابتن نبيل البحطيطي حاجات كتير، اتعلمت دي الفتره اللي فرقت معايا جدا، اتعلمت مع بعد كده دكتور محمد علي الله يرحمه، بعد كده دخلت كابتن مختار مدرب كويس قوي 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 فعلا، فنيا كويس قوي، من يعني يمكن كنت بتكلم مع ناس من قريب من احسن المدربين الفنيين اللي اتعاملت معاهم في حياتي. فتعلمت منه حاجات كتير جدا. بعد شهر لقيت نفسي مره واحده متصعد في الستيم. فانت تخيل انت بقى بتتفرج على ناس في التلفزيون
والناس دي بالنسبه لك يعني حسام حسن، ابراهيم حسن، احمد شوبير، خلي بالك اسامي كبيره جدا طبعا. يعني كابتن احمد شوبير يعني طبعا مع حفظ الالقاب كان ساعتها رضا عبد العال، وليد صلاح الدين، هادي خشبه، مجدي طلبه. ما كنتش خايف من المنافسه جوه الملعب؟ انا اسف، انا طبعا مع حفظ الالقاب للناس دي كلها كباتن يعني، لكن انت بتتكلم مره واحده الناس دي انت بتتفرج عليهم مره واحده، انت نازل معاهم تمرين. كابتن حسام كان فيه رهبه؟ كابتن حسام حسن؟ لا، كابتن حسام وكابتن ابراهيم دولت يعني دولت حاجه تانية خالص. طب مش رهبه، هو هما كانوا بتتكلم راس حربه وانت راس حربه، فالموضوع هيكون فيه منافسه، فالطبيعي جدا ان انت بتقول لا مفيش منافسه. هو ما كانش فيه منافسه، بس انت طالع بتسد خانه ناشئ، بتسد خانه ان هو كان كده، انت طالع في الاول بيبقى كده، بيبقى ناشئين بيطلعوا فتره، بيقعدوا يطلعوا ينزلوا لغايه ما يبقى فتره معينه بيتثبتوا. انا اتثبتت بعديها بسنه يعني، كنت انا وبعدين اسامه، انا واسامه حسن وابراهيم سعيد وجوده واحمد صلاح حسني وبلال، احنا اول ناس طلعنا. هاني سعيد كان ساعتها في ايطاليا، سافر ايطاليا، فهم دول اول ناس طلعت. بعد كده فضل جوده وابراهيم سعيد واحمد صلاح حسني، بعد كده اسامه وبلال وانا. بعد كده انا اتعورت، قعدت بقى شهرين في المانيا بتعالج وفيلم يعني. لكن انت تخيل انت مره واحده يعني كابتن حسام حسن هو جنبك، تلعب جنبه، واحد بتتفرج عليه طبعا، وهو بالنسبه لك مره واحده بتبصيله وتاخد منه 1 2 وتحاول تساعده. الموضوع طبعا طبعا احنا ما كناش بنغير في نفس الاوضه بتاعتهم، انت دايما الناشئين بتطلع اوضه كده على جنب كده، وبعدين بتدخل على طول تنزل معاهم، تطلع على الاوضه اللي على الجنب. بعد اسبوعين ابتديت تغير معاهم. صح كده، كنت لسه اقول لك. فانت بتغير معاهم بقى، انت قاعد فانت شايفهم كلهم، فطبعا في حاجات حصلت طبعا كتير جدا جدا يعني. عارف كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا، بس في الاخر ما بتقعد تفتكر عمر الكلام ده، لا الناس دي الظروف دلوقتي غير زمان خالص. زمان مهما كان في ظروف صعبه جدا، وكان في ممكن حد يجي عليك ان انت صغير يعني، مثلا اول مره في الدايره اللي بتتعمل اللي هي 5-2 دي، الدايره دي اتعملت نص ساعه، نص ساعه دي مثلا قطعت 40 كوره ما طلعتش من الدايره يعني، كل ما اقطع عشان انت صغير. صغير ايه ده، انت بتبص هتقول لي مين ينزل يعني؟ كابتن حسام، كابتن ابراهيم حسن، كابتن هادي خشبه، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن مجدي طلبه، مفيش حد. كابتن سمير كمونة، مفيش حد فعلا. انا قاعد بفتكر لك يعني هتعمل ايه؟ انت قطعت الكوره مثلا من سمير كمونة، نص احترامات ليه؟ طب بتبص له فاقول لك طيب ها تاني. طب نص ساعه، فنص ساعه دي احنا فيها طبعا مش انا لوحدي، انا بقى واحمد السيد وبلال في الاخر هم قاعدين بيلعبوا، مفيش حد بيغلط. فلا الناس دي كنا بنتعلم منهم حتى لو هم طريقه دايركت او اندايركت، بس فعلا الكوره زمان غير دلوقتي خالص. كان في اصل طبعا، دلوقتي الامور بقت اسرع شويه. دوري 2003 وانت كنت موجود مع الجيل ده، ومباراه امب الشهيره، يمكن في الفتره الاخيره على بون فرير ان هو قال ان احنا خسرنا الدوري لصالح الزمالك باوامر حكوميه. طبعا انت كنت احد اللعيبه اللي موجوده في الجيل ده طبعا، وكان ليك يعني كورتين ضيعتهم في مباراه انبي، اكتر اكتر من كورتين. بعد ما نزلت، انت نزلت تغيير، وكانت المباراه اعتقد 1-0 صالح انبي، والاهلي كان محتاج المباراه دي عشان في نفس توقيت الزمالك كان بيلعب مع الاسماعيلي. اكيد المباراه بقى والتغيير والفرص اللي انت ضيعتها، وكمان تصريح بون فرير ده اكيد انت ليك عليه التعليق، غير التعليق بتاع الفرص بقى اللي ضاعت من محمد فضل اثناء المباراه وكواليسها. بص خليني اكلمك في المباراه الاول. المباراه ان احنا كنا اول ما بون فرير جه كان بيحبني جدا، وكنت بلعب على طول بشكل اساسي في الاول، بعد كده برضو تعورت فبعدت شويه فرجع لعب. كنت انا بلعب، وكنت بلعب ساعتها على علاء ابراهيم. طبعا علاء ابراهيم فرود جامد جدا طبعا، جدا على فكره، من اقوى الفراوده اللي جت على الجون يعني، فعلا ده حقيقي يعني. يعني لو انت بصيت على علاء ابراهيم، لو جاله مثلا 10 فرص بيجيب 8، كان معدل تسجيله او فرصه كبير جدا. فكنت بلعب على علاء ابراهيم ساعتها، ولعبت ماتش اول ماتش في الدوري كان حرس حدود، جبت جون. بعد كده لعبت منصوره، بعد كده تعورت فقعدت فتره ورجعت تاني لعبت، حتى في ماتش مره حسام غالي لعب فيرود، كان ماتش الاسماعيلي وجاب جون. فبعد ما تعورت ورجعت وهو كان متحمس لي جدا، جينا في قبل الدوري يا عمر، انا في الموسم ده جبت جوان كويسه كتير. كان ساعتها عندنا احمد صلاح حسني مصاب، بلال مصاب، خالد بيبو مصاب، محمد فاروق كان بعيد، علاء ابراهيم كان بعيد يعني. فانت عندك احمد صلاح حسني وبلال، وبعدين كنت انا وعلاء ابراهيم يعني، ده اللي كان الاسامي كده. وخالد بيبو طبعا هو ده كان ساعتها رقم واحد، بس كان بيلعب وينج. ف
فاللي حصل ان قبل الماتش باسبوعين نادي كلها مصابه، وهو جه قعد معايا وقال لي انت هتلعب ماتش اساسي، واحنا قاعدين في المحاضره نادي مصابه. طب لقيته مره واحده معادني احتياطي وانا كنت صغير، فانت مره واحده وشي طبعا وضغط عصبي، كنت صغير وما عنديش خبره خالص طبعا، كنت اتضايق جدا. فبقيت قاعد في الماتش مش مركز، وبعدين مفيش حد في دماغه ان انت معلش مع احترامي يعني تغلب من امبي، يعني مفيش حق، مستحيل يعني. انت عندك ده ماتش نهائي دوري وبتلعب امبي في المقاولين العرب وانت ماشي من اول الدوري كويس جدا، انت الاول متصدر الاول وعمل ماتشات كويسه جدا تقريبا، انت ما تعادلش غير ماتش واحد او ماتشين تمام، فماشي كويس جدا. جيت مره واحده نزلت اخر 10 دقائق كنتش مركز طبعا، يعني بجيب طبعا الشريط يعني كنتش مركز، كنت نازل عاوز اجيب جون بس كنت مستعجل، فضيعت اخر فرصه بالذات كانت فرصه مهمه جدا جدا اخر فرصه. فحتى بعد الماتش طبعا رجعت، مع ان احمد صلاح حسني ضيع، خلي بالك بلال ضيع، جيلبرتو ضيع كتير، خالد بيبو ضيع، جوده ضيع، لا يعني كل الناس ضيعت بس دي كانت اخر فرصه. فطبعا بعد الماتش اتضايقنا جدا طبعا وزعلنا جدا، وبعد كده بونفرير طبعا تمت اقالته، جه كابتن فتحي مبروك. بس التعليل قال بونفرير ده رايك فيه؟ ما انا هرجع لك بيه. قال بقى الكلام ده، جه كابتن فتحي مبروك مسك كاس مصر واخدنا كاس مصر بالظبط. فبعديها على طول كابتن الخطيب جه مشرف على الكوره ساعتها، كان عضو مجلس اداره وامين صندوق، جه مشرف على الكوره. تعليق بونفرير هو غالبا عنده كورونا دلوقتي، يعني في الظروف دي عنده كوفيد 19 ده كورونا او حاجه. انت بعد 17 سنه او 18 سنه جاي بتتكلم؟ يعني مع احترامي ليه ما ينفعش تقول كده؟ بعدين الكلام ده ما بيتقالش في النادي الاهلي، عيب، ما بيتقالش في النادي الاهلي خالص. والدوله المصريه ما تربطهاش بالكوره، واحنا اكبر من كده بكتير. فانت لما تتكلم عن حدث زي ده يعني انا مع احترامي ليه يعني بتدي له قيمه. لا هو مدرب محترم كبير، اي حد دخل الاهلي على عينه وعلى راسنا، لكن اي حد يقول حاجه فيها اساءه وخصوصا ان هي غلط لا بيبقى في رد طبعا. فانا اقول له ربنا يشفيك طبعا، وان الكلام ده مش في محله وغير مبرر. وانت افتكرت بعد 17 يعني بعد 17 سنه تقريبا جاي افتكرت دلوقتي كمدرب، شايف انك المدرب ليه اي بصمات او اي ليه بصمات فنيه؟ مدرب كويس. كويس يعني كويس دي يعني اللي هو عادي؟ ها لا فيزيكال لياقه بدنيه بس. هو كمدرب يعني فيزيكلي كويس، وهو خلي بالك مع تجربته مع نيجيريا هو ما كانش مدرب، كان مدرب احمال مع مش فاكر كان مدرب اسمه ايه، نيجيريا اللي اخذت الاولمبياد الفرقه دي، هو ما كانش نمبر 1، هو كان الاسيستنت وكان فيزيكال كوتش. فالمدرب ده حصل خناقه مع الاتحاد النيجيري فهو مسك في الفتره دي، فالمنتخب النيجيري عمل حاجه ما اتعملتش قبل كده يعني. فبعد ما اخذ الاولمبياد خلاص اتحط سي في قوي، فجه مسكنا هو راجل فيزيكلي كويس قوي كفيزيكال كوتش، مدرب كويس قوي، لكن فنيا مش احسن حاجه طبعا. ولسه مكملين مع حضراتكم، ولكن نروح لفاصل، بعدين نرجع نكمل مع الكابتن محمد فضل. خليكم دايما معانا. تحياتي ليك كابتن محمد فضل، طبعا واحد من الهدافين الكبار اللي لعبوا النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي ومنتخب مصر، وليك تاريخ ولا يغفل عنه احد طبعا ككادر ناجح، وكلنا شاهدنا نجاحك الملموس في تنظيم بطولة كاس الامم الافريقية 2019، وده العادي طبعا من واحد خريج مدرسة النادي الاهلي، مدرسة الادارة، مدرسة الرقي والتقدم الاحترافية، فطبيعي انك تكون في المستوى ده، وطبيعي انك تبهرنا ومنتظرين منك المزيد. طبعا منصبك في كعضو في اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة، بتدير الكورة بشكل عام، عارفين المنصب ممكن يكون في بعض الاوقات صعب جدا عشان يعني بيتغلب عليه بعض الانتماءات، بس عارفين انت قدها، وكامل توفيق ليك يا كابتن محمد. طبعا في البدايه حابب اوجه رساله دعم لكابتن محمد فضل ومجلس اداره اتحاد الكوره كامل، لان الناس دي يا جماعه شايله كتير جدا، لان طبعا بزياده التعصب والاحتقان، بما ان الاستاذ عمرو الجناني كان عضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك، وكابتن محمد فضل كان لاعب سابق في النادي الاهلي، فاي قرار بيتاخد في مصلحه جزئيه، وهي مش مصلحه، هي الحق للاهلي او للزمالك، طبعا للاسف بسبب التعصب الزائد جدا ما بين الانديه او ما بين الاهلي والزمالك بوجه خاص،
بقت الأمور دي تتفسر إن هي مجاملة للنادي الأهلي أو مجاملة لنادي الزمالك، ولكن في الحقيقة الناس دي بتتعب فعلا، وده كان موجود طول عمره يعني، ما مش جديد علينا. بس طبعا زيادة التعصب، وطبعا آخر حاجة حابب أهني كابتن محمد فضل بطولة أفريقيا العظيمة 2019 برغم خسارتنا. وبقول له كمل في اللي انت فيه، انت شاب مجتهد وصاحب فكر، وان شاء الله احنا كلنا جمهور الاهلي بنحبك، وكمل يا كابتن فضل. تحياتي ليك يا كابتن عمر، وتحياتي ليك، واتمنى تذيع الفيديو دون، وبمسح الكابتن ربيع ياسين حبيبي والدك كده، وبرنامج ناجح، وشكرا. تحياتي طبعا للكابتن محمد فضل، عضو اللجنه الخماسيه لاداره الاتحاد المصري لكره القدم. طبعا كابتن محمد فضل من الاسماء اللي ظهرت على الساحه الرياضيه خلال الفتره الاخيره والسنوات القليله الاخيره تحديدا، بعد اعتزاله وعمله في النادي الاهلي، ثم توليه مدير بطوله كاس الامم الافريقيه مصر 2019 والبطوله اللي ظهرت بشكل جيد، ثم توليه عضويه لجنه الاداره في الاتحاد المصري لكره القدم. مساء الخير عليك يا عمر، ومساء الخير طبعا على كل مشاهدي قناه النهار. حابب طبعا اتكلم عن كابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل من الكوادر الشابه المحترمه اللي تقدر تضيف للكره المصريه خلال الفتره الجايه. كابتن محمد فضل مثقف ومتعلم وقادر ان هو ان شاء الله يكون من الكوادر اللي الكره المصريه ان شاء الله تزدهر بوجوده. كابتن محمد فضل زي الفتره دي كده بيحتفل طبعا بمرور سنه على كان وجوده كمدير لبطوله كاس امم افريقيا، وده طبعا كانت بطوله عظيمه جدا في تاريخ مصر. برده وجوده في اللجنه الخماسيه ده شيء كويس جدا ليه، برده بيضيف خبرات كبيره جدا، وهو برده بيبتدي ان هو يحط رجله طبعا في اتحاد الكوره، وان يبقى متواجد كعضو اللجنه الخماسيه اللي بتدير طبعا الاتحاد في الفتره الحاليه. كابتن محمد فضل واحد من المشهود لهم بحسن الخلق والاخلاق الرفيعه على مدار مشواره الكروي الحافل كلاعب كره قدم في النادي الاهلي او نادي الاسماعيلي او نادي المقاولون العرب او نادي سموحه. في الحقيقه كل الانديه التي لعب لها ترك بصمه كبيره جدا جدا، واهم ما يميزه هي الاخلاق الرفيعه، ودي حاجه مهمه جدا جدا الحقيقه. كابتن محمد فضل بعد الاعتزال توجه للعمل الاداري وشق طريقه سريعا داخل النادي الاهلي، وحقق نجاحات اشاد بها الجمهور. في الحقيقه كنت متابع جدا على السوشيال ميديا مدى اشاده جمهور النادي الاهلي بالعمل ومحمد فضل ونجاحه داخل النادي الاهلي. بعدها تولى مهمه صعبه جدا، وساهم في نجاح واحدة من أعظم البطولات في تاريخ بطولة أفريقيا، لم تكن أعظم بطولة أفريقيا في تاريخ القارة السمراء في مصر 2019. مجهود بارز وعظيم جدا من كابتن محمد فضل. بعدها مهمة أصعب بالمشاركة في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في وقت استثنائي فعلا وصعب جدا 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 على كل العاملين في الوسط الكروي. انا شايف انه يعني منذ تعيين اللجنه الخماسيه لاداره الكره المصريه بعد استقاله المجلس السابق ورئاسه المهندس هاني ابو ريده، اللجنه عامله شغل كويس جدا، رغم ان هم بيتعرضوا طول الوقت لهجوم من خلال الاعلام او من خلال الانديه او من خلال الجمعيه العموميه، ولكن عن قرب طول الوقت بتكتشف انه لا، اللجنه شغاله عامله شغل كويس جدا على راسهم الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل. بتيجي يعني لما تيجي تحسبها بالورقه والقلم بتقول لا، في شغل على ارض الواقع اتعمل في خلال 6 شهور او حاجه من تعيين اللجنه حتى الان. الشغل الكتير اللي اتعمل في اتحاد الكوره ما اتعملش على مدار سنوات وسنوات. في مجالس قعدت 4 سنين في اتحاد الكوره ما عملتش الشغل اللي اتعمل، بنتكلم في فتره معينه، مهام محدده للجنه الخماسيه، بنتكلم في تطبيق تقنيه الفيديو لاول مره في تاريخ الدوري الممتاز، اول مره تحصل في مصر كان على ايد اللجنه الخماسيه. في البدايه كابتن محمد فضل طبعا من الناس المهمه جدا للرياضه المصريه، كسبتها بشكل متميز في الفتره الاخيره، سواء كمدير لبطوله افريقيا 2019 كانت مهمه صعبه جدا في توقيت صعب جدا، اثبت جداره واثبت تميز، ثم بعد كده عدوا في اللجنه الخماسيه في توقيت كان ظفره. عايز اقول ان كابتن محمد فضل انا من الناس المعجبه جدا بشغلك وبادائك، وشايفك كادر مهم جدا للكره المصريه في السنين اللي جايه. عايز اقول طبعا في تساؤلات كتير اهمها الدوري المصري، ازاي هتقدروا تحلوا قصه تعنت الانديه
ورفض البعض ومصير المسابقة اللي أنا شخصياً على حد علمي إنها مفيش مسابقة دوري السنة دي، وإيه طموحاتك الفترة الجاية بعد ما تودع عملك كعضو لجنة خماسية في الفترة الجاية؟ شكراً. رحيلك عن الاهلي اكيد كان فيه كواليس كابتن محمد فضل فاكرها، واكيد بالنسبه له كانت لحظات مؤثره جدا وصعب انه يرحل عن النادي الاهلي اللي هو كل عيلته بيشجعوه، انتقل ليه من نادي الصيد. رحيلك اكيد كان صعب. انا رحلت مرتين. انا عايز اخدك الاول المره الاولانيه طبعا. لا ما صعب، خلي بالك بتبقى انت مكان بتحبه بس انت وجودك. ليه مشيت؟ مشيت عشان ما مش لاقي نفسي. مين اللي طلب؟ كابتن محمد أنا. فضل اللي طلب يمشي. لا انا طلبت. انا طلبت واسال الناس يعني، وبعدين دي حاجه مش خلي بالك يعني مش بيقول لك ان انا مثلا بورم يعني ولا لا خالص. انت طلبت ان انت تمشي يعني، طلبت ان انا امشي لان انا شايف ان انا وجودي ما فيهوش اضافه، بالعكس هتبقى انت موظف، تحولت الى موظف وما خلاص واحد كان يعني. عندك العقليه دي وانت صغير في السن؟ يعني طبعا. كان عندك العقليه اللي انت بتتكلم بيها دلوقتي بعد ما وصلت لاعلى المناصب اللي موجوده في الكره المصريه وانت صغير عندك حاجه و20 سنه لسه بادئ حياتك الكرويه مع النادي الاهلي؟ عمر انت هتقعد في المكان تعمل ايه؟ انا بحب المكان جدا يعني، النادي الاهلي بحبه جدا جدا، وبعدين ده بيتي وانا بقول لك عضو فيه يعني، ما بقعد اتفرج يعني مثلا هشجع الزمالك هشجع الاسماعيلي هشجع الاهلي، هو الاهلي ده بيتي يعني. بس انت في الاخر انت دلوقتي بروفيشنال، انت موجود في المكان، ما تلعبش، ما تاخدش فلوس، مفيش حاجه خالص، طب انت قاعد بتعمل ايه؟ فساعتها كنت انا هتجوز، حتى مراتي قالت لي استخير، استخرت ربنا لقيت نفسي قافل تماما يعني، لازم امشي. بس فمشيت طبعا من النادي، وبعد ما مشيت ابتديت تلعب بقى خلاص يعني، ابتديت تلعب الامور تتفتح، طموحك يختلف، ابتديت تروح للاتحاد المصري كازما فاهم. فكل خطوه خلي بالك انت بتاخدها طول ما بتستخير، طول ما انت على يقين ان انت ماشي كويس. يمكن يا كابتن فضل بعد رحلك على النادي الاهلي كان في محطات كتيره جدا انت رحتها، اتحاد السكندري، قزم الكويتي، لكن نادي الاسماعيلي المحطه اللي انت تألقت فيها جدا ولقيت نفسك وعملت يمكن مواسم رائعه، ودي اللي كانت ليها الفضل في ان انت ترجع مره تانية للنادي الاهلي. بس عايز اقف عند محطه الاسماعيلي واعرف كابتن محمد فضل اختار الاسماعيلي ليه، وليه تألق تحديدا مع مدرسه الدراويش، كمان ماتشاتك مع النادي الاهلي والوضع بقى مختلف دلوقتي، ان انت تجيب اهداف في النادي الاهلي، ان انت تتألق، ان انت يكون ليك دور كبير جدا في تطور النادي الاسماعيلي في خط الهجوم، اعتقد انها كانت محطه مهمه جدا في تاريخك وفي ذاكرتك لحد دلوقتي. طبعا يعني خليني اقول لك، انا بعد ما مشيت لعبت يعني احسن كوره لعبتها في الاتحاد. كانوا 6 شهور بس لعبت كوره، كنت لسه متجوز كمان. فلعبت كوره حلوه قوي يعني، بس الفترة كانت قليلة. بعد كده رحت كازما، رجعت المصري سنة. الإسماعيلي أنا كنت محظوظ في وجود اللعيبة دي الموجودة يعني، لو قلت لك الفرقة تاخد دوري يعني، يعني فرقة قوية جدا. فرقة كان عندنا محمد صبحي، عامر شفيع، محمد فتحي، دولة جوان، عندك شيف عبد الفضيل، هاني سعيد، معتصم، سيد معوض، عبد الله السعيد، عبد الله الشحات، عمر جمال، أحمد الجمل، فرقة كبيرة طبعا، أحمد فتحي أنت متخيل، حمص يعني، لا محمد ابو جريشه، مصطفى كريم، صلاح امين، احمد سمير فرج، محمد عبد الواحد، بص حاجه يعني مفيش واحد كلهم نجوم طبعا. طبعا كلهم نجوم وكلهم كويسين جدا. فانت عندك كنت محظوظ ان انت معاك فريق قوي جدا. الاسماعيلي جماهيره رهيبه يعني، دي شهاده بقولها يعني، اللي ما لعبش في الاهلي ما اخدش بطولات، ده حقيقي، دي مقوله بتتقال يعني. اللي ما لعبش في الاسماعيلي ما لعبش كوره، ده بجد. الكوره بتاعت الاسماعيلي مختلفه، انت في النادي الاهلي انت بتنزل انت لازم تكسب، انت الاول، انت على طول الاول، فما فيش حاجه اسمها التاني ده بالنسبه لك ده هزيمه. فانت الاول، فانت هتبقى الاول باي شكل من الاشكال، موت نفسك، بيبقى فيه طموح، بيبقى فيه طبعا عزيمه، اصرار، بيبقى فيها عناصر كتيره جدا. الاسماعيلي اهم عنصر المتعه، دي اهم عنصر. فمعظم اللعيبه اللي بتروح دايما بيقول لك الاسماعيلي بيلعب احسن كوره. فيا رب الاسماعيلي يرجع زي الاول، ان انت عندك الفتره اللي فاتت في الامور الماديه والتعاقدات الحاجات دي فيه حصل دروب شويه. وربنا يعني يكرم الاداره ان هم يرجعوا بسرعه، يجيبوا اللعيبه اللي كانت بتيجي قبل كده، يبقى في امور ماديه عشان تقدر الاسماعيلي يرجع كوره زي بتاعت زمان يعني. بتروح الاسماعيلي يا عمر، اما مثلا لو كوره جات لك ورقصت، الجماهير بالنسبه لها الترقيصه او اللعبه الحلوه اهم من الجون، متعه. فانت رايح التمرين مبسوط، في الماتشات مبسوط. فطبعا لا، جماهير الاسماعيلي ليها فضل طبعا كبير جدا في الفتره دي.
وانا في يعني تقريبا لعبت سنتين ونص، اخر ست شهور خلاص كان في مشاكل كتيره جدا يعني. هو دايما هي دي مشكله الاسماعيلي، ان انت اخر فتره لو انت مش موجود او مش مجدد او عندك مشاكل مع الاداره او الاداره عندها مشاكل معاك، الامور تدخل ناحيه فنيه. فانا تقريبا لعبت سنتين ونص جبت 35 جون، فده كان يعني معدل جيد الحمد لله، كنت الامور كويسه يعني. يمكن ماتش الاهلي اول ماتش عمري ما انساه طبعا، ده كان 7-1، كان اول ماتش مراتي تحضره في الاستاد، كانت امي الله يرحمها وابويا كانوا في الحج، فبكلمهم قبليها لقيت امي الله يرحمها تقول لي انت هتجيب جونين الماتش ده، فتخيل انت هتلعب ماتش ضد الاهلي وانت في الاسماعيلي واول ماتش ليك في استاد القاهره، ونادي الاهلي خلي بالك لسه راجع من كاس العالم للانديه واخد ثالث وكان بقى ما بيخسرش، فالموضوع كبير جدا يعني. ومراتي اول ماتش في الاستاد بس لعبنا تقريبا الماتش ده الاسماعيلي ما غلطش غلطه، انا بكلم بجد يعني ما فيش لعيب غلط غلطه، الجهاز الفني ما غلطش غلطه ولا في تغييرات ولا مواعيد ولا ما فيش حاجه غلط، كلنا كنا انت بتتكلم زي ما الكتاب بيقول، والنادي الاهلي فوجئوا ان هم مره واحده نزلوا لقوا الاسماعيلي احسن حاجه احسن فورمه للعيب في اخر مثلا 20 سنه حصلت. كلنا عبد الله سعيد جاب الجون الاولاني، انا جبت الجون الثاني، انا ما بجيب جون ما يعني بسجد ما بجريش، الجون ده انا سجدت بعد كده مراتي كانت موجوده فجريت لمراتي بشاور لها، الناس افتكرت ان انا بحتفل، انا رايح لمراتي يعني اول مره تيجي يعني. بس وجبت الجون الثاني، وحتى شادي محمد طلع كام كوره وفي كام كوره في العارضه، الماتش ده احنا كنا كويسين قوي قوي. ثم بقى الدور الثاني جوزي بعد الماتش ده طلع اتكلم بطريقه مش كويسه طبعا عني شخصيا يعني تحديدا، يعني مش عارف بس هو طلع اتكلم بطريقه مش كويسه يعني، ده مش جوزيه، جوزيه راجل حقيقي يعني. ليه مستر مانويل جوزيه اتكلم على محمد فضل بطريقه مش كويسه؟ انت راجل موجود في الاسماعيلي، راجل بروفيشنال محترف، لعبت بتادي في المكان اللي انت موجود فيه، يعني هل كان في سابقه ما بينكم مش لطيفه ادت لان هو يتكلم عليك كده؟ لا هو اكيد الصحفي استفزه اكيد مثلا ممكن، فقال له ان اللعيب مثلا ده اللي مشي من الاهلي بالظبط كده جاب فيه الجونين، فهو كان رده مثلا، بس رده ما كانش كويس ما عجبنيش يعني، رده كان في اهانه ضايقك رده طبعا عيب ما يطلعش منه، ما يطلعش من حد بيمثل النادي الاهلي، كان ساعتها مع ان انا بحبه جدا خلي بالك، بحبه ان هو راجل راجل حكيم وراجل كويس جدا، بس انا فنيا ما يعني ما كلمتش حد من النادي الاهلي عاتبته على اللي قاله مستر مانويل جوزيه، ما حدش كلمك قال لك يا كابتن فضل ما تزعلش هو راجل مش قصده خالص، راجل اجنبي خالص، قلت له عندنا الدور الثاني هنلعب. الماتش ده كان فيه يعني حاجه حصلت، كان فيه اغماء للكابتن محمد ابو تريكه الماتش الاولاني، الماتش الاولاني حصل فيه حاله اغماء، عمل فيها ميت ايه اللي حصل؟ احكي لي الكواليس اللي حصلت. لا بقولك الماتش ده كان صعب جدا، الماتش ده في اوله احمد سيد الاول في كوره بينه وبين احمد فتحي، احمد فتحي كان في الاسماعيلي بيعمل كوره فكسر لاحمد سيد العظمه، انا خلي بالك انا عندي برضو العظمه دي مكسوره، انا هنا انا حاطط 3 شرايح و12 مسمار يعني، انا كنت احلى من كده على فكره بس يعني احمد سيد برضو اتكسر فطلع، انا فاكر. وبعد كده ابو تريكه اللي بقولك الامور كانت صعبه جدا، ابو تريكه مره واحده لقيناه وقع فقلنا وقع عادي، لقينا مره واحده ابو تريكه تغيير، وما رجعت بقى شفت طبعا الكلام ده ابو تريكه عمل فيها ميت يعني يعني حمص ما لمسوش قوي يعني، الاحتكاك ما كانش قوي بس يعني لا يعني كان ظروف الماتش كانت صعبه. اتكلمت معاه بعديها، هزرت معاه، كلمته في التليفون. طبعا ابو تريكه ده يعني لا ده حاجه قلت له على الوقعه او الحته دي تحديدا لما وقع عليه طبعا اتريقنا عليه، احنا كنا يعني ابو تريكه دمه خفيف كمان فكنا بنتريق عليه طبعا، قلت له انت عامل فيها ميت وبتاع، وائل الجمعه طبعا مسكه، وائل الجمعه اكتر واحد بيمسكه يعني، وائل الجمعه اتريق عليه طبعا، سيد معوض من الاسماعيلي حمص، لما اتجمعنا في المنتخب كنا بنتريق، لكن هو قال لك فعلا انا يعني انا كنت تعبان جدا نفسيا، كنت مضغوط جدا ففي الكوره دي دخت، حتى هو كان عاوز ينزل بعديها قال لك انا دخت مش الخبطه بس المجهود مع الاحتكاك بسيط، مع طبعا سوء التوفيق اللي موجود كمان في الملعب، مع ان هو في حته كده تمثيل شويه فايه عملت الحته دي. لا 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 طبعا ابو تريكه ما طبعًا. يعني بس الظروف كانت صعبه بالنسبه له كمان يعني، فطلع الشكل ده واحنا كسبنا الماتش الاولاني، احنا دي كان نادي اسماعيلي ساعتها يعني، عشان الناس ما تفتكرش تقول لك انت بتتكلم دلوقتي وانت مش اهلاوي ان الناس نواياها طبعا بوجودك في نادي الاسماعيلي، فبالتالي احنا يعني طبعا. طيب كابتن فضل يمكن كلام جوزيه ده خلى عندك دافع واصرار ان انت تفكر في يوم من الايام ترجع تاني النادي الاهلي، علشان خاطر اي حد كان بينتقدك، اي حد كان بيتكلم عليك تقول لهم يا جماعه انتوا كلكم غلط، وانا كان عندي وجهه نظر ان انا مش حابب ابقى موظف خلص. وعايز
اخرج اثبت نفسي وبعد كده ارجع مره ثانيه خالص. عمري ما كان تفكير الموضوع جاي لك كده. النادي الاهلي كلمك مره ثانيه ما كنتش مخطط للموضوع ده اصلا تماما؟ بص عمري ما تفكيري ان انا لازم اروح مكان عشان اثبت نفسي عشان ارجع مكان. عمري ما كنت انا بقول لك انا بحب النادي جدا. وبعدين اي حد نفسه يبقى يروح في الاهلي يعني دي ما فيهاش كلام يعني. بس انت في الاخر ممكن تبقى في الاهلي تبقى عبء مش اضافه. فانا كنت ما يعني ببقى رايح المره اللي فاتت اللي هي اول مره خلاص كنت حاسس ان انا عاوز اخد فرصتي ومش عارف اخد فرصتي فطلعت اخدتها بره. وده حصل مع لعيبه كتير يعني طبعا. بعد كده المره الثاني مره رجعت جوزيه كان مشي يعني جوزيه كان موجود طبعا طبعا طبعا. كلمني كابتن حسام البدري قبل ما جوزيه يمشي يعني. انا كان قدامي ساعتها الزمالك كنت رايح الزمالك يعني خلاص. مين اتكلم معاك من الزمالك؟ يعني لا هو الزمالك كلمه كتير قوي يعني. الزمالك خلي بالك بعد ما طلعت مع الاهلي تقريبا كل موسم بيحصل مفاوضات يعني. دكتور كمال درويش مره الاستاذ مرتضى منصور مره حازم مرتين احمد عبد الله مره المهندس محمود ممدوح عباس مره كنت ليه ترفض؟ مره ما برفضش بس تخير الامور ما بتمشيش. ما هو انا ما برفض. بص اي حاجه بتجيب يعني الاستخاره هي سبب طبعا الامور يعني ممكن نقول صلاه الاستخاره هي سبب عدم انتقال الكابتن فضل للزمالك بالظبط. انا الزمالك يعني احنا بنتكلم ان مثلا اخر مره انا كنت ماشي من الاسماعيلي كنا في يناير انا وسيد معوض نروح الزمالك فموضوع خلاص ما حصلش. بعد كده بعد ما الموسم انتهى بقيت انا فري رحت قعدت مع الزمالك كنت متفق معاهم وكان ساعتها الانتخابات هتتعمل وانا متفق وخلاص. بس كان في لجنه ساعتها فحتى دكتور محمد عامر كان صح. برضو رحت قعدت معاه فاللجنه ما شاء الله قعدت مع كل مجالس الاداره في الزمالك كله. فقعدت معاهم وبنتفق خلي بالك وبنطلع كل حاجه تمام بس بستخير الامور ما يعني. طب اشمعنى الاهلي الامور بتمشي معاه اسرع من الزمالك شويه يعني؟ انت مرتين مره اولانيه من الصيد للاهلي مره ثانيه من الاسماعيلي للاهلي. ايه اللي حصل في الكواليس بتاعتها دي؟ ربنا اعلم بالقلوب يعني مش غير كده يعني. لا يعني بتبقى هي سبحان الله يعني. اخر مره مثلا مضيت للاهلي انا كنت مين كلمك بقى في المره الثانيه؟ اول واحد كابتن حسام بدري تمام انا عاوزك بس مش هنعلن غير لا الاول انا رحت قعدت في الزمالك محدش يعرف. بعد كده نزلت وانا نازل ما انا كنت متفق على كل حاجه بس اخر قعده وانا نازل انا مش مرتاح حتى قمت كان موجود جمال كابتن جمال عبد الحميد ساعتها في الموضوع في الجلسه يعني ومش فاكر مين تاني كمان كان دكتور عبد الله جورج وحد كمان مش فاكر مين كان امين الصندوق ساعتها. نزلت قلت خلاص الموضوع انتهى فقالوا لي ما خلي بالك يا عمر ما عنديش عروض يعني ما كنتش اتفاوضت مع حد ولا في اهلي ولا في اي حاجه. قلت لا الموضوع لا وانا مش هروح الزمالك لان الكلام ما عجبنيش يعني. بس نزلت بعد ما نزلت على طول بحوالي نص ساعه لقيت كابتن حسام بدري بيكلمني احنا في انجولا احنا عاوزينك يا فضل وده بيتك. وقلت له طبعا يشرفني ما فيش قفلت. لقيت كابتن خطيب بيكلمني محمد ايه الاخبار مكانك انت ابننا بيتك مستنيك بكره الصبح. طبعا يشرفني ليه كابتن هادي بيكلمني كله ورا بعضه خلاص. رجعت استخرت لقيت نفسي يعني لقيت الامور ماشيه حتى بكلم مراتي بكلم ابويا بكلم امي الله يرحمهم كلهم بيقولوا لي يعني هو ده الطريق يعني. ولا كلمت فلوس ولا كلمت اي حاجه. الزمالك كنت اتكلمت فلوس يعني كنا وصلنا لاتفاقات ماليه خلاص يعني. رحت اول ما دخلت في غرفه الاجتماعات اوضه كبيره كده دخلت اول واحد وكان في العقود جنبي واخد العقود ماضيها وقمت قافلها بس فكابتن خطيب بيتكلم معايا فقعد فبيقول لي نوقع العقود. قلت له كابتن العقود جنب حضرتك فبس ففتح العقود لاني موقع عليها ولا اتفقت على فلوس ولا اي حاجه خالص خالص والله ولا اتكلمت في اي جنيه عمر فهي من عند ربنا. طيب الفتره الثانيه بقى اكيد كانت فتره يعني بالنسبه لك مميزه اكثر من الفتره الاولانيه يعني نضجت بشكل طبعًا كبير طبعا. خدت خبرات بره سواء في الاتحاد السكندري في كازما في نادي الاسماعيليه وتألقك ناس عرفت محمد فضل بقى بشكل اكبر. فتره تانية كانت مميزه وانت تألقت فيها بقى لكن اسباب رحيلك بقى للمره الثانيه على النادي الاهلي اصابات بقى. بص اصابات اصابات كتير قوي طبعا يعني خلي بالك انا اتعورت كتير وده من ما كنتش متاسس صح من نادي الصيد برده منتخبك انا يعني بقعد بيبقى فيه شريط كده بيجي لك تقعد ترجع بيه تقعد تفكر ليه. لا طبعا اصابات كتير جدا كنت بستعجل لما بتعور كنت برجع على طول عاوز ارجع العب فما باخدش الوقت الكافي طبعا. وفي لعبت ماتشات وانت مصاب اثرت عليك كتير صح كده يعني وكنت بلعب وانا مش جاهز صح كتير جدا فطبعا الكلام ده كله الناس ما تعرفوش بس الناس في الاخر لما بتنزل ملعب خلاص انت مطالب انك تعمل 100% يعني. مدربين بيبقوا عارفين دكاتره عارفين بس ما بتتكلمش. فاصابات كتير جدا جدا
لغايه اخر مره ما حصل ان كنت متعور اخر ماتش. جه كابتن فتحي مبروك مش فاكر كان مين مدير فني موجود, فجه كابتن فتحي او كابتن زيزو, كابتن فتحي مبروك مش فاكر كابتن فتحي ولا كابتن زيزو والله كابتن فتحي يعني ان كان طبعا الاثنين بيبقوا موجودين في قطاع الناشئين بيتم الاستعانه بيهم لما ايه يتم اقاله المدير الفني الاجنبي كابتن فتحي مبروك تقريبا. في اخر ماتش كنت لعبت سوري ده الماتش الاولاني المره الاولانيه اللي انا مشيت عشان كان كابتن فتحي مبروك كان ماسك لعبت الاهلي والمنصوره وجبت جون. جه مانويل جوزيه خلي بالك احنا دي لا كتير ده ثلاث مرات انا اتعاملت مع مانويل جوزيه اول مره قعدني كنت عاوز امشي ما مشيتش هو جه بعد كده كنت انا جبت جون مع كابتن فتحي مبروك وهلعب بقى فجه قعدني احتياطي قمت ماشي ده المره الاولانيه. المره الثانيه مانويل جوزيه مشي انا جيت بجد فجيت حصل الاحداث دي وبعدين اخر ماتش خلاص انا جاي بقى افتكرت مانويل جوزيه المره الثاني مره جه اول ما جه طلب يقعد معايا انا كنت اساسي وكل حاجه قعدت بصراحه الراجل اتكلم معايا كويس جدا وقال لي انسى الفترة اللي فاتت انت تطورت جدا انت مستواك زاد جدا انت لعبت بشكل اكبر انت اساسي عندي تطورت كتير قوي ففعلا المرة التانية دي خلاص انا ما جيت اخد قرار ان امشي خلاص انت مش مساعد تقييمك لمانويل جوزيه ايه انت كنت قريب منه واحد من اللعيبة اللي كانوا تحت جداً ايده طبعا مدرب كويس جدا يعني راجل حكيم طبعا دي اول حاجة فنيا كان عنده مشاكل في شخصيته عنده مشكلة ان هو كان اجريسيف جدا كان ذكي احنا بس فنيا وعايز اعرف شخصيته يعني ايه المشاكل الفنيه اللي كانت موجوده وايه المشاكل اللي كانت موجوده في شخصيته لا هو طبعا مانويل جوزيه اعظم مدير فني جه في تاريخ الاهلي ما فيهاش كلام يعني اكتر واحد جاب بطولات ما فيهاش كلام فنيا هو كان كويس قوي بس لو ما شافش فرقه لو ما درسش فرقه يقع يعني حصلت معاكم قبل كده كتير يعني لو ما اتفرجش على الفريق ودرسه فيديوهات ومحاضرات ما يعرفش يلعب قدامها انا بوحشين جدا لو ذاكرها زي ما بنقول بلغه الكوره يكسر الدنيا تكسب اي فريق طب شخصيته ايه المشكله اللي في شخصيته هو كان راجل بيقرا كتير جدا وكان يعني وبيقرا كتير جدا ومش هقول لك سايكولوجيست بس يعني هو لا بيتعامل نفسيا مع لعيب كويس يعني مش كويس بيتعامل معاه وفقا للظروف الموجوده يعني ممكن ابو تريكه يكون في ماتش كويس جدا يدخل بين الشوطين تلاقيه مثلا بيزعق فيه جامد ده حقيقي وحش جدا تلاقيه بيطبطب عليه فاهم هو مع ممكن معايا انا مع حسام غالي مع محمد شوقي ما كانش موفق معانا في التعامل نفسيا يعني ممكن شخصيتنا مختلفه بس شوقي استمر وكمل معاه شوقي عنده مشاكل كتير معاه شوقي استمر ان شوقي كان بيلعب اساسي على طول وحسام نفس الكلام بس المشاكل اللي كانت مع كابتن حسام غالي كانت اكبر شويه من شوقي صح في كده في الاخر لكن في الاول خلي بالك مانويل جوزيه يعني حسام غالي بالنسبه له ده اعظم لعيب جه في مصر يعني ده في رايه لكن خلي بالك ممكن يبقى عندك مشاكل بس بتلعب انا كنت متعور كتير قوي عمر قوي ده حقيقي فانت في نفس الوقت انا مش عاوز ابقى اقول لك ان انا واعمل فيها لا لا راجل بصراحه انا برده ما ساعدتوش لو كان عاوز يلعبني كتير جدا في ماتش الجيش ده انا فاكر انا كنت راجع من الاصابه ولعبت الماتش 90 دقيقه ضيعت مثلا بتاع حوالي 60 جون يعني ما بركش ضيعت جون كتير قوي وكل شويه تغيير الاقي بيطلع ابو تريكه وينزل جده يطلع مش عارف سيد معوض وينزل بركات الماتش ده فعلا كده احنا كان عندنا ماتش افريقيا بعديها يندهني قال لي مش هتطلع انت اللي هتكسبني وفي الاخر جبت جون في الدقيقه 44 بصدري يعني كره بدماغي في العارضه كره مش عارف فين ايه في الاخر بصدري جبت جون فممكن تقول ان الظروف ما ساعدتش ان انا اعرف العب معاك الاصابات هي سبب اعتزال الكابتن محمد فضل لا ايه الاسباب ابني الله يرحمه يعني كنت ما انت عارف الظروف ان انت في لعيبه الكوره بياخد اخره ماكسيمم 5 ايام اسبوع بكتير فكنت بسافر بره على طول يعني ما باخد اجازه انا وعيلتي بنسافر بره الفتره دي اول ما خدت اجازه طلعت الساحل الشمالي وقعدت مع اولادي بقى فابني طبعا كان ساعتها 3 سنين خلاص الموضوع مختلف بقى انت حاجه انت عمرك كنت محروم بيه يعني انا اولادي صغيرين ما عشتش معاهم وهم صغيرين ما عنديش وقت فمراتي اللي كانت شايله فلما لقيت الامور كده قلت لا خلاص قلت لازم يعني عملت استخاره وخلاص قمت قررت ان انا اعتزل اليوم اللي انا عملت فيه قررت لقيت تاني يوم جالي تليفون اون سبورت انا اسف ان انا بقول القناه بس لقيت تبقى محلل تخش المجال الاعلامي على طول تاني يوم تحليل
فقعدت افكر، كان الاستاذ اسامه الشيخ، فقال لي طب عاوزين نتقابل، اتقابلنا اتكلمنا، قلت له اوكي خلاص اخدت القرار. كتبت بوست تاني يوم، كنت طالع في ماتش مصر وزيمبابوي او مصر واوغندا، مش فاكر والله، مصر واوغندا تقريبا، بحلل كاس العالم الملعب، وكان والفيدباك بتاع الناس كان حلو قوي. بس خلاص ابتديت بقى. بس كان في فتره بقى او مره ثالثه رجعت فين للنادي الاهلي؟ يعني انت استمريت شويه في التحليل، لكن مره واحده كابتن محمد فضل مدير التعاقدات في النادي الاهلي، اكيد كان فيها كواليس، واكيد كان فيها طبعا يعني قوي. ايه بقى اللي حصل؟ اول تليفون جاي لك، الموضوع مش ازاي؟ يعني الفترة دي كانت مهمة جدا جدا في بداية كادر من الكوادر اللي موجودة المحترمة جدا في مجال الإدارة في مصر، سواء في النادي الأهلي أو حتى في بطولة أمم أفريقيا أو حتى في اتحاد الكرة، دي كانت الانطلاقة ليك. لا حقيقي يعني طبعا الأول حسام غالي، طبعا ده أخويا يعني. فحسام وكابتن علاء عبد الصادق الأول قالوا لي إحنا دلوقتي يعني في الأهلي، ويبقى في الفترة الجاية عاوزين كوادر كويسة وناس بتحب النادي، ناس ولاد النادي فعلا. انت راجل خلفيتك قانونيه وكنت بتعمل عقود لنفسك، فانت ايه رايك في المكان ده عموما، يعني في انك تتواجد في النادي الاهلي؟ طبعا ده شرف ليا، يعني انت بتتكلم في مكان هو ده اللي انت بتنتمي ليه، ده حقيقي يعني. سيبك من انا دلوقتي في اتحاد الكوره ولازم ابقى على الترابيزه، او عموما في حياتي لازم ابقى راجل يعني امين جدا، ويبقى في حاجات فيها حسم، لكن مفيش حد، اي حد ينكر ان انا النادي الاهلي ده انا بحبه والكلام ده يبقى جاحد، مفيش كلام يعني. فطبعا دخلت النادي، الاول كابتن خطيب كلمني ايه رايك، انت شايف نفسك فين؟ قلت له والله انا يعني مش موضوع شايف نفسي فين يا كابتن، انا خلفيتي، انا كنت راجل خريج حقوق في اخر سنين بعمل العقود بتاعتي، يعني الحته دي انا كويس فيها، ده من وجهه نظري. فقلت له والله لو في تفكير ممكن دي الحاجه اللي انا افيد بيها النادي، يعني لو تشتغل في منصب مدير التعاقدات. لا بقى في التعاقدات، في التعاقدات نفسها بس. فكابتن خطيب جينا عمل اجتماع طبعا مع كله، كان ساعتها انا وخالد بيبو وحسام غالي والناس الجديده اللي هتمسك في، سواء مديرين فنيين او حتى رؤساء لجان. يعني انت اللي اخترت المنصب لنفسك؟ لا قلت له ده المكان اللي انا ممكن. كابتن خطيب قال لي انت طبعا يعني بالتشاور ما بينكم انتوا الاثنين. لا كابتن خطيب بيقول لي انت اتجاهك ايه؟ فقلت له اتجاهي يعني انا اخدم النادي في الحته دي، اعرف اخدم في النادي الحته دي. انا راجل بحلل كويس والحمد لله ساعتها يعني، لكن مش اتجاهي فني. ما بحبش الملعب والتيشيرت. لا بحب جدا بس خلاص مش قادر يا عمر. وبعدين انت تعليمك ومختلف يعني، مش قصدي مختلف عن حد، بس هو ده اللي دخلك الحته دي. تمام. فدخلت بقى مسكت ملفات كتير جدا واشتغلنا كويس قوي فعلا، اشتغلنا كويس قوي. مش هقول لك اتظلمنا، بس احنا ما كناش بنتكلم خالص، عملنا ديبارتمنت محترمه، رضا شحاته جه، في ناس كتير جدا قوي جت، عملنا اداره تعاقدات فعلا قويه، كنا بنشتغل زي يعني اشتغلنا قوي، ما كناش بننام، ما كناش بنروح بيوتنا، كنا بنشتغل، عملنا يعني شغل قوي جدا، ملفات كتيره جدا للناشئين اللي في الاهلي اللي بره الاهلي، الناس المحترفه بره، بلان 5 سنين النادي الاهلي، الريفينيو اللي هيدخل لك ايه، بص بلان كبير قوي، شخصيه المدرب عامله ازاي، حاجه كانت قويه جدا. والناحيه الاعلاميه احنا كنا بعيد عنها تماما، حتى حسام كان بيجي في الاول النادي بعدين ما بقاش يجي، فابتديت ارجعه اقول له حسام لازم تكون موجود، فحسام دخل معايا في الملف ده، فعملنا ملف كان قوي قوي. وفي الاخر لما لقينا ان احنا وجودنا في فتره معينه مش هيفيد النادي، يبقى في كلام كتير جدا، انسحبنا كلنا. انا قبل الفتره دي انا عايز اتكلم معاك في المفاوضات. المفاوضات اتكلمت انت مع لعيبه كتيره، وكان في اعتقد صعوبه في بعض اللعيبه. مين من اللعيبه اللي انت كلمتها، سواء حمدي فتحي، محمد محمود، محمود وحيد، كانت المفاوضات صعبه معاه؟ ومين؟ ولا واحد. كلهم كانوا سهلين؟ ولا واحد. اصل خلي بالك انت النادي الاهلي ده اسم كبير قوي قوي يعني. حسيت انت بالموضوع ده وانت موجود في المنصب ده؟ لا طبعا، هو عموما الناس انا بتكلم في اللي هو المفاوضات، ان انت ازاي اللعيبه بقى بتوافق لما الاهلي يجي يتكلم معاه، فانت حسيت ان الموضوع سهل جدا. عمر انت داخل، انت النادي الاهلي فما فيش كلام يعني. هو انا مش داخل، انا مع احترامي ده كان البوليسي بتاعتي او التفكير بتاعي. طبعا اللعيب انت بتكلمه في الناحيه الماليه مهمه جدا، بس انت نادي الاهلي، فالنادي الاهلي يقدر يوفر لك الناحيه الماليه، يقدر يوفر لك الناحيه الفنيه، طموحك كله، فانت في مكان انت داخل. لا هو انا داخل مثلا محمد فضل بطل الابطال؟ لا، داخل معايا باك اب قوي جدا، هو نادي الاهلي. نادي الاهلي. فالاهلي طبعا، والحمد لله الناس كمان اللي فرق، ان الناس عارفه ان انا صادق.
يعني ما بطلع اقول حاجه او بقول للراجل حاجه اي حد من اللعيبه كلمتي واحده ما بتتغيرش. فكان كلامي واضح جدا. كلهم خلي بالك يعني كل الصفقات اللي جت النادي الاهلي يعني تقريبا بدانا احنا اللي بدانا معاها. وبعد كده يعني اخويا صغير يعني هو اصغر مني بحاجه صغيره يعني بسنتين او ثلاثه امير توفيق. بس امير ده انا في رايي ده اكبر صفقه جت في النادي الاهلي في اخر 10 سنين. ده بجد امير حاجه قويه جدا. مثقف مع ان الحته دي مش بتاعته تعلمها بسرعه جدا جدا. شاطر جدا واضح جدا ذكي جدا. لا حاجه كادر بقى قوي جدا. اتمنى النادي الاهلي ما يفرطش فيها. طيب انا عايز اتكلم معاك عن بعض الانتقادات اللي كنت بتواجهها على السوشيال ميديا. محمد محمود معلش انا نسيت بس. تمام محمد محمود هو اللي كان اوكي بس هو عاوز حسام غالي. يعني هو عاوز يعني انت لما اتكلمت معاه اوكي مفيش اي مشكله خالص. بس الحديث المهم جدا والخاص جدا في نمبر 1 ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. فضل واحد من اهم اللعيبه وافضل اللعيبه اللي انا اتعاملت معاهم وشرفت ان انا كنت وكيل اعماله في فتره لعبه في النادي الاسماعيلي وقدرت اقنعه انه يلعب في النادي الاسماعيلي بعد خروجه من فتره صعبه جدا في التعامل مع الانديه الجماهيريه. وكان رافض تماما انه يلعب في النادي الجماهيري وكانت مصر كلها عايزه فضل لانه كان عامل قبلها موسم مش بطال. واقنعته انه يلعب في النادي الاسماعيلي ورحنا قعدنا مع رئيس النادي الاسماعيلي المهندس يحيى الكومي. وفضل محامي يعني بيدقق قوي في التفاصيل. المهندس يحيى مش بتاع الكلام دوت الموضوع بالنسبه له كوميرشال. قعدنا نتفاوض يمين شمال في الاخر فضل نزل رجعته من على كوبري اكتوبر بعد ما اقنعت يحيى الكومي انه يوافق على تفاصيل التعاقد معاه. وفعلا كانت من اهم سنوات حياه فضل وتالقه في كره القدم. ورجع بعدها النادي الاهلي. كنت انا في السنه دي برده جبت مصطفى كريم وكانوا مع بعض ده يجيب 35 جول ده يجيب 34 جول 32 جول 33 جول. وكانت فتره من احسن الفترات اللي لعبها فضل في حياته ما اعتقدش ان هو يقدر ينساها. وجمهور الاسماعيليه ما زال بيحب محمد فضل وانا شخصيا على المستوى الشخصي بحبه جدا واقدره واتمنى له كل توفيق واحترام وان شاء الله موفق في كل خطواته القادمه ان شاء الله. محمد فضل كان من احسن المهاجمين المصريين وظهرت موهبته في النادي الاهلي وبعد كده في نادي الاتحاد السكندري ونادي الاسماعيلي. وشخصيه مميزه جدا ولما اشتغل في اتحاد الكوره كان منظم جدا. حتى الكلام ده احنا شفناه في البطوله الاخيره اللي اتعملت هنا في مصر. كان شغله باين جدا وهو شخصيه يعني بتمنى له التوفيق لانه حاجه مميزه وحاجه مشرفه للشباب اللي طالع كله يعني. والفتره الجايه ان شاء الله يكون ليه دور كبير طبعا زي ما هو ليه دور دلوقتي في اتحاد الكوره وربنا يكرمه يا رب. طبعا فضل واحد من الناس اللي انا عشقتهم كتير في ناشئين النادي الاهلي وعشقتهم الدرجه الاولى على المستوى الكبير. وحتى لما كل واحد فينا راح نادي العلاقه زي ما هي شخصيه محترمه جدا انسان سوي ادم على خلق بيفكر لقدام كتير عنده تطلعات كويسه مثقف ومتطلع ومطلع. اعتقد ان فضل يستحق مكانه كويسه زي اللي هو فيها واكتر كمان. يلم ده احمد حسن خطيره خطيره على الصدر وهوبا والهدف والهدف والهدف. الله 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 عليك يا فضل. الله 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 عليك يا فضل. روعه 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 روعه. هتعمل ايه يا عبد الواحد يا ابني؟ ما عندكش بخت يا ابني. كان في بعض الانتقادات كده شاركت فضل على السوشيال ميديا فتره رحيلك عن النادي الاهلي وده انا عايز اتكلم عنها. عن صور اللي بتنزل ان انت خلصت الصفقات وان انت منزل صور للعيبه. وكان في بعض الكلام بيتقال ان الكابتن فضل ممكن يعرض النادي الاهلي واللعيبه لغرامات علشان هم او هو اتفاوض معاهم قبل فتره قانونيه او ما اتفاوضش الاول مع النادي. كلام كده كان بيتقال على السوشيال ميديا اكيد انت عندك درايه بيه وعلم اكتر مني. كنت زعلان من الانتقادات دي ولا كنت بتواجهها ازاي؟ وكانت بالنسبه لك الفتره دي عباره عن ايه؟ لا الفتره دي عباره عن ان انت في الاخر يعني في حاجات كتير قوي حصلت فانت بعت الحاجات دي علشان يعني ما ينفعش تقال
فشل اعلاميا بس هتبقى يعني في يوم من الايام هتتداول يعني او الناس هتعرف الحقيقه. بس موضوع السوشيال ميديا او اللي حصل ده طبعا لا موضوع يعني ممكن نقول مثلا عليها حرب على كابتن فضل مثلا. طبعا حرب كبيره جدا عليا انا وحسام غالي. وخلي بالك الشخص اللي عمل كده الشخص اللي عمل كده انا عرفته وواجهته ويعني بقول لك بحقيقه يعني وحد من النادي الاهلي يعني محب للنادي الاهلي عمل الكلام ده وقلت له خلي بالك يعني كلمته في التليفون قلت له خلي بالك حضرتك انت اللي عملت كذا 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 لو حضرتك عملت كذا احنا هيبقى لنا رد. والله يا عمر تاني يوم الموضوع انتهى. انا بقول لك والله بس طبعا عشان عقبال ما اعرف مين اللي عمل قعدت فتره طبعا ده اللي بدا الحمله. يقال يا كابتن فضل ان وجود الكابتن هيثم عرابي عمل خلاف بين الكابتن حسام غالي ومجلس الاداره وهو ده اللي خلى الكابتن حسام غالي يرحل. كابتن محمد فضل حبا وتعلقا بالكابتن حسام غالي رحل معاه. لا مش حقيقي يعني كان عندك فرصه انك تبقى موجود من غير الكابتن حسام غالي؟ كان عندي فرصه ان انا ابقى موجود ده حقيقي لكن هقول لك بقى حاجه في النقطه دي يعني الاول انا ما اعرفش هيثم عرابي عمري ما قعدت معاه ولا عمري اتكلمت معاه ولا اي حاجه انا بشوفه بس انا شايف ان هو يعني ممكن واحد يكون بيحب النادي بس هو مبالغ جدا ده رايي ده وجهه نظري شايف ان هو بيحب النادي بس بطريقه مش مبالغ في حب النادي ولكن مش هي دي الحقيقه ده وجهه نظري ما بنتقدوش والله بس انا بقول لك كواحد مشجع اهلاوي مش كواحد كان في المكان خلي بالك انا الحمد لله ما يفرقش معايا المكان يعني يفرق معايا النادي الاهلي بس يفرق معايا ان انا اكون مؤثر في المكان يعني لو انا هدخل النادي بدخل النادي عشان اساعد النادي لكن لو انا هبعيب عن النادي بمشي ده حبك بقى للنادي هو ده اللي باين فاحنا ما لقينا ان احنا في جدال وفي مشاكل وكده انا وحسام مشينا خلاص كنا على فكره عملنا شغلنا شغلنا اللي هو ظهر للناس ممكن يكون ظهر بطريقه فيها زعل مش الغرض ولا النيه ان انت تحاول تدخل الفراس براس مع حد خالص ولكن انت في وجود كتائب او سوشيال ميديا او حد موجه بيخلي الصوره توصل للناس كده. طب ده موجود لحد دلوقتي؟ السوشيال ميديا وال طبعا لا بس اختلفت بقى ما هو انت انا بتكلم بشكل عام بقى طول ما انت قريب من النادي طول ما انت انا مش بتكلم على الكابتن فضل بتكلم بشكل عام بقى في النادي الاهلي كل من يعني الاهلي او الزمالك هل انت شايف اللي بيخش او اللي بيعاديهم بيبقى في كتائب عليهم مثلا؟ طبعا ما فيهاش كلام انا بقول لك طول ما انت قريب من النادي في مشكله يعني الاهلي والزمالك لسه فيهم الحته دي طبعا تمام. بس انا عشان بنتمي للنادي الاهلي فخليني الاهلي عشان انا عارف الاشخاص بعينهم يعني ما بهاجمش حد بس بقول الحقيقه والله للتاريخ يعني طول ما انت قريب من النادي يا عمر طول ما كل وقال طول ما انت بعيد وهقول لك مثال انا مش مسكت بطوله كاس امم انتقادات رهيبه في الاول وخلي بالك كانت من كتائب النادي مش من جماهير النادي اصل خلي بالك لازم تفصل بين النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي مسؤولي النادي الاهلي كتائب النادي الاهلي اللي هي تبع المسؤولين او تبع الناس المسؤوله عن الناحيه الاعلاميه ادي اربع او المحبين زي ما حضرتك قلت او بعض المحبين اللي لهم اغراض معينه خلي بالك اغراض معينه مش محبين عاديين ما انا محب انت محب وانا محب بس بقى ليه غرض معين ان هو عاوز يكسر فيك عشان في حد تاني يدخل ده كان موجود في الفتره دي كلها ف وانا في البطوله مفيش علاقه بيني وبين النادي غير ان انا ابن النادي جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها بصراحه وكل الناس كانت متعاطفه ان الواحد فعلا كان تعب جدا وكان بيعمل حاجه للبلد وكان طبعا كل الجهات والدوله كلها مسانده جامد جدا وبتعمل حاجه فعلا للدوله تتكتب في التاريخ الناس كلها سندتك جامد جدا فسندتك جامد جدا خليتك زي ما انت قلت في المقدمه ان واحد من الكوادر من اهم الكوادر لا مش من اهم الكوادر مشروع كادر مشروع خلي بالك عمر في ناس كتير جدا كوادر صغيره بس عاوز تاخد فرصتها انا بتكلم من قلبي على فكره يعني عشان الناس بس تقول لك واحد بيمثل او واحد بيتكلم هتلاقي واحد طلع لك اهلاوي جدا يقول لك بص محمد فضل بيضرب في النادي الاهلي يا عم اقعد على جنب الكلمه دي بتتقالك كتير يا عم اقعد على ما هو طبعا كل واحد كل واحد بص كل واحد عاوز يقول حاجه ما هو ده عنده كام سنه اللي بيقول كده على السوشيال ميديا ممكن عنده 8 سنين هو انت هتشوف هو بيكتب ممكن واحد يكون يعني متاجر وارد ما هو كتايب النقطه بقى ان انا ما دخلت في الاتحاد الموضوع بقى بالنسبه لي شايف كل حاجه بس انت في مرحله كده بعد رحلتك على النادي الاهلي اللي انت كان عندك فرصه فانت اتمسكت ان انت تمشي طبعا عشان الموقف في التيم بتاعك اتعرض عليا صح كده اتعرض عليا بعد ما حسام يعني خلي بالك انا وحسام قدمنا استقالتنا تمام هل لما قدمنا استقالتنا اتقبلت ما اتقبلتش كابتن خطيب اتكلم معاكوا او حد مجلس الاداره اتكلم معاكوا طبعا كابتن خطيب تاني يوم كلمنا ورحنا وقعدنا وقلنا وجهات النظر وبعد كده قعدنا حوالي مثلا اربع ايام بنشرح
يعني احنا بنحب المكان. انت مش في الاخر ما اتفقتوش؟ لا في الاخر كابتن خطيب قام جاي حسام، يعني كابتن خطيب عرض على حسام حاجه، الحاجه دي حسام شايف ان هي ما تتناسبش معاه فمشي طبعا. بعد كده دخلت كابتن خطيب، كابتن خطيب عرض ان انا اكمل، ان انا اكون موجود يعني، وانسى موضوع الاستقاله وان الامور كلها تتغير. ان انا قلت الحقيقه اللي انا شايفها. تمام. الكلام ما كانش في اتفاق ما بينكوا، او انت ما كانش مناسب ليك اللي كابتن خطيب عرضه عليك؟ قلت لا، يعني لا هو عرض عليا حاجه كويسه. تمام. يعني طب انت ليه رفضت؟ هو كابتن خطيب بيقول لي، قلت له كابتن حسام خلي بالك انا وحسام ماسكين نفس الملف يا عمر. تمام صح. فقال لي النادي الاهلي ولا حسام؟ قلت له كابتن الموضوع مش كده خالص. خلي بالك انا ممكن اوجه لك حاجه يا عمر، بص ثلاث حاجات يخلوا الناس يعني حد. الدين ده رقم واحد طبعا ما فيهاش كلام يعني، او ان الناس تشوف حاجه فيها ظلم بعينيها يعني فيها وطن او فيها حاجه من الحاجات دي. بشكل عام. سياسه طبعا. بس وطن يعني نتكلم في وطن، حاجه ليها علاقه بالوطن بتاعنا. صح. دي حاجه. ودلوقتي ريسنتلي بقت الجمهور، فبيوديك ان انت يا مع يا ضد، مفيش عندك راي. فدي تالت حاجه، دي اللي ظهرت الفتره اللي فاتت بالسوشيال ميديا. فانت النادي الاهلي ولا حسام؟ قلت له كابتن الموضوع مش كده خالص. خالص الموضوع مش النادي الاهلي ولا حسام، الموضوع ان انا بكون في المكان، هل هضيف للمكان ولا لا؟ بس. وبعدين على فكره حضرتك بتقوله لي ده انا وانا عملت كده بقى انا بخون. يبقى انا ما استحقش اصلا اتعامل مع مكان بحجم النادي الاهلي. الموضوع ده منتهي. فقال لك حسام مش هيكون موجود، او كابتن حسام غالي مش هيكون موجود. حسام انا مقدم استقالتي كده كده شهر والامور وخلاص، كنت عملت شغلي. شغلك عملته انت، شغلك ايه؟ مش التعاقد مع الناس، وانت مقدم كل الملفات، ادي كل العقود اهي، ادي البلان اهي 5 سنين، اتفضلوا ادي الاولاد الناشئين اللي في النادي الاهلي اللي ما حدش يعرف عنهم حاجه. انا ما بعيبش في حد، بس الموضوع ان انت اللينك او ان انت تكوردينيت من بين قطاع الناشئين لفوق وتبقى حاطط بلان 5 سنين ولد اللي احنا كنا بنعاني منه واحنا صغيرين، الولد ده بعد 5 سنين يكون فيه، ما كانش موجود. فالحاجات دي كلها اتعملت. وبصراحه انا بقول لك بامانه يعني مكانك ووجودك في نادي الاهلي يا عمر لا لا بيضيف لاي حد اي حاجه. بس الموضوع بامانه شديده لا كتائب الكترونيه رهيبه، موجهه رهيبه رهيبه. واحنا خلي بالك الحمد لله ما نفرقش معانا حاجه، يفرق معانا حاجه واحده بس، حب النادي. ولا داخل انا عندي اغراض معينه ولا منتفع. الناس هتعرف الكلام ده بعد كده. بس المشكله ان الاتجاه الاعلامي بيوديك لحته ان انت في خناقه مع نادي. يا عم لا، يمكن مستحيل حد يحط راس براس مع نادي. انت اللي رشحتك كابتن فضل امير توفيق ان هو يكون موجود مكانكم، او تم الاستعانه بيكم؟ لا لا لا. ما كانش فيه ان هو حد ياخد رايكم مين اللي يكون موجود، او ترشحوا لنا مين يكون موجود؟ صح. لا لا خلص. بس بعض خلي بالك بعض اعضاء مجلس الاداره يعني كانوا بيكلموني، وكانوا كلهم كانوا عاوزين يكون موجود يعني. كنت متوقع رحيل الكابتن هيثم عرابي بعد الصدام اللي حصل بين الكابتن حسام غالي والكابتن هيثم عرابي؟ هو ما جاش. كنت متوقع يعني رسمي هو ما جاش، هو طلع قرار مجلس اداره واتلغى. اتاخد رايكم في لاسارتي؟ عمر ما ينفعش. انا بتكلم والله بامانه يعني، عشان بحب النادي. انا من وجهه نظري شايف ان هيثم ما ينفعش يكون موجود في المكان ده. ده من وجهه نظري، ما بهاجموش والله، ربنا يكرمه ويطلع يبقى اقوى حاجه. بس هو لما طلع اتكلم عنكم كل حب وكل ادب، وقال برضو ان هو ما فيش موقف جمع. عاوزني اتكلم من هنا طبعا ولا اتكلم من هنا؟ لا لا اتكلم من قلبك طبعا. بس خلاص من قلبي انا بقول لك، انا دخلت شفت حاجات كتيره جدا. انا من وجهه نظري شايف ان هيثم ما وجوده في المكان ده يضر النادي. حبيبي انا احط ايدي في ايد اي حد لمصلحه النادي في وجودي في المكان، لكن انا بقول لك بكلمك من هنا. خلي بالك انا ممكن لو عاوز نعيد السؤال واكلمك دبلوماسي. لا طبعا. اعظم لا. واحد جه في تاريخ النادي الاهلي. عنده رؤيه رهيبه جبار. خليها من القلب. لا لا خليها من القلب، واحنا بنتكلم طبعا بكل احترام وبكل ادب، وبنتكلم وبنحترم كل الناس طبعا. طبعا هيثم هو ليه كل احترام وتقدير. هيثم بيحب النادي الاهلي كويس. وانت اتكلمت واكدت على، ولكن انا بقول لك المكان ده اللي انا دخلت شفته والمعطيات اللي اتحطت لي بدون الدخول فيها، ان الكلام ده ما بيتقالش. لا عشان كده احنا استقلنا. وخلي بالك على علم المسؤولين، على علم بالكلام ده كله. طيب انت دلوقتي رحلت يمكن مره رابعه او مره ثالثه على النادي الاهلي في المنصب الاداري. كابتن محمد فضل، انت اتكلمت عن بطوله امم افريقيا، وان انت اتواجدت في منصب بسم الله ما شاء الله، منصب مدير البطوله، بالنسبه لك كان
في بعض الانتقادات اللي انت اتكلمت عليها في الاول. بص مش هقول انتقادات لا ده على طول كان هقول بعض السخرية من الصور اللي كابتن محمد فضلي كان بيعرضها بعد ما راح على النادي الاهلي وكانت بتطبق عليه وهو في بطولة امم افريقيا قبل حفل الافتتاح وقبل القرعة وقبل الكلام ده كله. الفترة دي انا عارف انك شخصية مش بتتهز عندك ثبات انفعالي كويس جدا وبتاخد الكلام ده وبتحوله من طاقة سلبية لطاقة ايجابية. الفترة دي بقى كواليسها مين اللي اختارك للبطولة ازاي استقبلت الخبر كان عندك سعادة شخصية علشان خاطر اللي حصل معاك في النادي الاهلي ولا انت خلاص اتفقنا ان انت مش بيفرق معاك المواضيع دي وانت مش بتاخد الموضوع بشكل شخصي اكيد كان فترة فيها كواليس. تعرف يا عمر اكتر حاجة بتضايقني ايه في المواضيع دي بقى فيه هجوم او فيه انتقادات او حاجة ان معظم اللي بينتقدوك نفس سنك ممكن نقول بيحقدوا عليك؟ لا 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 فيش حاجة هم ليه نفس سنك بينتقدك؟ علشان دايما لو انت اتكلمت في بعض الصحفيين او بعض الاعلاميين او بعض السوشيال ميديا بيبقى ناس اكبر موجهين الامور ماشيه ازاي وده حصلت وانا عرفت بالاسم اقول لك بالاسم بعد الحلقه اقول لك بالاسماء يعني فبتبقى انت عارف فبتاخد اوردر ان انت في سنك ده حبيبي كان عندي 39 سنه داخل على 40 يعني بسم الله ما شاء الله الناس كلها تقعد تقول لك ده صغير يا جماعه ده عندي 39 سنه الكوادر يا جماعه 21 22 سنه هم دول الكوادر مش واحد عنده 39 40 سنه نيجي نقول لك مدرب شاب عنده 50 سنه يا جماعه ده كلام والله بجد ده حاجه تزعل انا متفق معاك تمام حاجه تزعل يعني متفق معاك فانت الاول اللي بيزعلني ان الاكتر حد ممكن بيضحك عليه اللي هو في سنك اللي هو انت اصلا لو انت نجحت واخدت الفرصه البلد هتؤمن ان في ناس منك في ملايين منك خلي بالك فانت بتحاول تموت واحد بتحاول تدوس على واحد حتى كمان مش بكلام حقيقي مش بنقد بناء انت بتحاول تموته عشان انت واخد تعليمات من حد ده اللي بيزعلني بس ان انت في الاخر حتى كنت في البطوله كنت بقعد اقول يا جماعه لو ان شاء الله بامر الله عملنا حاجه قويه هو مش نجاح ليا كمدير للبطوله هو نجاح للجيل بتاعنا تمام ان في يعني باب مفتوح ان اي كادر ممكن يدير مفيش مشكله البطوله تم اختيار من طبعا مهندس هاني ابو ريده كنت بلعب في نادي الصيد ماتش خماسي كده وكان حاجه خيريه مهندس هاني لقيته بيقول لي انا عاوزك وبنعمل وبطوله افريقيا وان شاء الله هناخدها وعاوز تبقى انت هل تقدر بعدين مهندس احمد مجاهد وكابتن شوبير وسيف وحازم قلت له طبعا يشرفني بعد كده المهندس احمد مجاهد بعت لي كل حاجة على البطولة قعدت اقراها ثم بقى بعد كده خلاص دخلت بقى في البطولة طبعا الست شهور يا عمر ممكن اقول لك خبرة 20 سنة يعني ممكن نقول بلغة الكرة اتمرمطت فيهم مش اتمرمطت مفيش نوم شغل 24 ساعة ما بتروحش البيت انا كنت قريب منك قوي وعارف ان انت تعبت قوي 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 تعبت قوي تعبت قوي بس هي فتره خلي بالك برضو يعني بتهيالي في الظروف العاديه ما كنتش هتعب نفس التعب ده خلي بالك اكتر حاجه اثرت فيا في معلش بس انا لازم اقول دي مش بكسب تعاطف بس عشان الناس تعرف ان انا كنت من جوايا زعلان ان انا ابني بعد ما توفى تاني يوم انا كنت بشتغل في الاهلي خلي بالك تاني يوم انا كنت بتعاقد مع مدربين في الاهلي سبت العزا ورحت جبت خطيب بيته الكلام ده هو اللي اثر فيا قوي ان انا كنت بشتغل بحب قوي باخلاص قوي الكلام ده اثر فيا قوي فالطبيعي ان انت رد فعلك ما تبقى انت بتعمل كل الكلام ده وانت مش مستني حاجه خالص شايف ان ربنا بيكفك كابتن فضل لا طبعا ربنا بص دي حاجه على جنب احنا بنتكلم بشكل عام بسبب الظروف اللي انت عشت فيها بسبب وفاه طبعا ابنك وان انت كمان نادي الاهلي حصل لك بعض الظروف اللي انت كنت شايف ان هي ان انت اتظلمت زي ما حضرتك ما بتقول شايف ان ربنا بيكافئك مره اولانيه بالتعاقد مع قناه فضائيه عشان تحلل المره الثانيه علشان خاطر تبقى موجود بطوله امم افريقيا يكون مديرها بص ملهاش علاقه ما تربطش دي بدي ما تربطش ابتلاء بعطاء يعني ما ربنا حنين علينا طبعا حنين وحنين اكتر من كده بكتير صح لكن انت في الاخر الابتلاء ده برضو ما انت ليك سببك يعني صح. الموضوع ده ما فيهوش كلام يعني ما فيهوش نقاش يعني هي اي حد مبتلى لازم ياخد في الدنيا العطاء مش لازم مفيش كلام ده خالص فانت عندك بس الحته دي كانت مضايقاني وكانت وجعاني جدا ودليل على كلامي ان انا ما جيت امشي كله مشي معايا اللي هم شافوا احنا كنا بنتعب جدا لما دخلنا البطوله انت بتعوز تهرب تهرب من الظروف كانت صعبه جدا انت يعني مراتي وولادي الامور كانت صعبه جدا بالنسبه لنا فانت عاوز تحافظ على البيت ان الموضوع صعب جدا وفي نفس الوقت انت بتحاول تهرب فبتحاول تهرب بايه ايه اللي هيخليك تنسى اوحش حاجه حصلت لك في حياتك يعني الشغل
فكنت بشتغل كتير جدا، مراتي تعبت قوي قوي قوي، وربنا يعني انا يعني بدعي لها وربنا يكرمها ان هي استحملتني في الفتره دي هي واولادي. بس كنت بشتغل زي الحمار، ما انا اسف ان بقول اللفظ ده، يعني كنت بشتغل بشتغل ما بنامش، عاوز اعمل حاجه ما بوقفش. خلي بالك انا كنت عمر وانا بتكلم في التليفون بنام والله العظيم، وانا باجي اصلي ببقى بصلي ممكن انام وببقى عاوز اعمل كذا حاجه في نفس الوقت، تعبت جدا. ولكن الدوله ساعدتني جدا جدا جدا، في ناس ليها فضل عليا كتير جدا، وفي الاخر الحمد لله اللي ربنا ادهولي ان انا اكون موجود في المكانه دي، وان الفيدباك من شعب مصر بقى، مش هقول لك جماهير مصر، شعب مصر كله يبقى في تعاطف ويشوفوا ان الواحد تعب ويحسوا بالتعب، ده طبعا ده كرم من عند ربنا. فانت ما عملت يعني ما كنت من ضمن المنظومه اللي عملت كده، مبسوط ان انت في الاخر اول مره يعني. انت المفروض دايما اي بطوله بتدخلها المنتخب، انت اول مره الناس بتتكلم على التنظيم ونقلت مصر حته تانية خالص، فالحمد لله ربنا كرمه، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في تطور على طول بقى في صناعه كره القدم. شايف ان خروج منتخب مصر من البطوله باداء زي ما انت كنت متابع، وكلنا كنا متابعين باداء مخيب امام جنوب افريقيا، اللي عوض جماهير مصر عن خروج المنتخب هي تنظيم البطوله والشكل اللي الدوله المصريه ساعدت فيه بشكل كبير ان البطوله تخرج بالتنظيم المحترم ده من اول القرعه لحد حفل الختام؟ انت عارف ان اللي جاب الجون في مصر كنت مضيه في الاهلي؟ والله العظيم بجد؟ والله كان مضيه في الاهلي حتى واحنا طب وايه اللي حصل؟ طب واحنا بنتفرج على الماتش والله انا بقول لك حقيقه. طب ايه اللي حصل؟ طب ليه ما كملش الديل؟ ليه ما كملش الموضوع؟ كان في اتنين كنت مضي اتنين. انت ما اتكلمتش قبل كده في الموضوع ده ولا عمر صح؟ بس اديت الملفات لامير يعني امير، قلت له امير في كان شونجا، واحد اسمه شونجا وواحد اسمه لورش. الاثنين دول اللي بيلعبوا في جنوب افريقيا كنت مضيهم للنادي الاهلي. كان شونجا ولورش كنت متفاوض معاهم وكان ناقصهم 6 شهور في عقدهم وبتاع، كان فرود قوي جدا سريع جدا. وشونجا ده كان وينج ليفت، كان سريع جدا جدا وصغير، الاثنين صغيرين. شونجا ده حتى لما جيت واحنا ببص على انا كنت بتفرج على الماتشات اصلا، كنت بقعد الف بقى طبعا على التواليتات وعلى الجمهور والحاجات دي، فبالصدفه كده ببص في السكور شيت لقيت لورش. فقلت لهم يا جماعه اللعيب ده كويس جدا، نزل جاب الجون يعني. فممكن تقول طبعا ان خروج المنتخب خلى الناس تركز في التنظيم، خصوصا ان التنظيم كان تنظيم جيد، الدوله تعبت جدا جدا. الواحد كان اي حاجه بيعوزها عمر تحقق. طبعا انت عندك امكانيات وانت بتدير بتنسق، فالامور الحمد لله. حتى كمان في شباب طلع كوادر كتير جدا في البطوله دي، وده كان هدفي زي ما خدت الفرصه ادي فرصه للناس، فطلع ناس في بعد كده. حسام الزناتي طلع مدير بطوله بعد كده. اختياراتك للناس اللي موجوده معاك في بطوله امم افريقيا، كان عندك ايمان بيهم ان هم يكونوا في يوم من الايام كوادر مهمه جدا للرياضه المصريه بشكل عام؟ كان عندك ايمان ان هم هيحققوا اللي انت عايزه طبعا وطالبه منهم في البطوله؟ طبعا اي كادر اديله فرصه وساعده هيبقى كويس جدا. اي واحد، خلي بالك الناس اللي اخترتهم دول ما كانوش صحابي يعني، مش حد صاحبي فانا جايبه والله ما مش يعني كابتن فضل مش بيجامل حد، عمره ما يجامل حد على حساب شغله. حسام ازاي؟ مستحيل. انت اكتر واحد عارف الكلام ده. انا عارف. مستحيل. بص مستحيل مستحيل يزعل الناس مني، بس في الاخر ما بعملش غير الصح او بحاول اعمل الصح. يا عم مش عاوز ابين لك ان انا راجل في المدينه الفاضله، بس من وجهه نظري بحاول اعمل الصح. في اوقات معينه ممكن تجامل، بس المجامله بتاعتك ان انت في الاخر توصل للصح يعني. فحسام ازاي ما كنتش عارفه، كان بقاله شهر بس الولد اتكلمت معاه، بقيت عقليته حاجه ثانيه خالص بقى، كاليبر قوي جدا. وانت هتدي له حته يعني، انت اتعلمت من الناس وبتاخد طبعا معلومات من ناس كتير جدا وخبرات من الناس، فانت لازم تنقلها. ده وجهه نظري. فابتديت ان انا حسام احمد عز مروان النايب يسرى علي محمد علي مينا، ابتديت لا تعالوا يا جماعه نبتدي نشتغل مع بعض نتعلم. قعدنا فتره كتيره جدا، وفي الاخر اخر شهرين بقى كل واحد يعني لقى نفسه مرمي في حرب. يعني يعني حسام تعالى، حسام الفايل بتاعك اهو، عز الفايل بتاعك، مروان محدش يرجع لي، محدش يرجع لي غير لو في حاجه طبعا كريتيكال قوي يعني. وكلهم الحمد لله طبعا بمساعده الناس الخبرات الاكبر منهم، بمساعده الدوله بكل الامكانيات،
في الاخر الحمد لله يعني طلعنا بشكل كويس. بعد البطوله بقى وبعد ما انتهت البطوله كنت متوقع ايه او مستني ايه؟ يعني انت عملت بطوله قويه جدا جدا، الناس كلها اشادت بالكابتن محمد فضل طبعا بعد ما الدوله المصريه عملت وجهزت وساعدت وقدمت كل حاجه كابتن فضل محتاجها، لكن الكابتن محمد فضل بعد البطوله هل هو كان متوقع ان هو يبقى موجود في لجنه تدير الكره المصريه لفتره؟ كان متوقع ان هو يكون ليه شان في الكره المصريه، ولا انت كنت شايف ان هي هتيجي لكن مش في التوقيت ده؟ خليني اقول لك برضو ان انا في حد مش معلوم عند الناس خالص، هو محمد شواربي. محمد شواربي ده كان مدير بطوله الجابون 2017 تقريبا. 17 بطوله الجابون 2017 كان هو مدير البطوله، واحد مصري ما حدش عارفه خالص. ده اشتغل في لاجاردير واشتغل في الكاف. محمد اخر شهر ونص كلمته في التليفون، هو صاحبي يعني، عرفته برضو من الترتيبات يعني. قلت له محمد انا عاوزك معايا اخر شهر ونص، مش قادر اقول لك يعني ليه دور كبير، ليه دور كبير جدا محدش عارفه، ليه دور كبير ودخل بالك من الكوادر القويه جدا اللي محدش عارفها في مصر، ده دلوقتي بره مصر بس ولد كويس جدا. فانت عندك ان الحاجات دي، بص يا عمر، طول ما انت الفرصه اللي انت اخدتها بتحاول تديها لاي حد ربنا هيكرمك. فانت عندك وبعدين انا الحمد لله يعني ما بطمعش لحاجه يعني. بعد ما خلصت البطوله ما كانش ليا هدف خالص. طب ايه الطموح اللي كان عندك؟ النادي الاهلي في كذا حاجه كان عاوزين يكون موجود في الاهلي تمام في التوقيت ده وموجود في منصب تاني خالص خالص يعني. كنت انا مسافر بره مصر بس، ولما رجعت قلت يعني اعتذرت يعني اعتذرت ان انا كان خلاص كنت بلغت بقى ان انا متواجد في اللجنه الخماسيه. فقلت والله انا متواجد في اللجنه الخماسيه، ما اقدرش طبعا اتاخر عن الاهلي مستحيل يعني، بس انا موجود في اللجنه الخماسيه وده يعني ده تكليف من الدوله ومن الاتحاد الدولي. بعد تعيينك في اللجنه الخماسيه حسيت ان الموضوع المهم بقت صعبه، بقت تقيله. الموضوع الاول كان نادي الاهلي، كان بطوله امم افريقيا، جمهور مصر بقى كله بنعمل حاجه للمنتخب، بنعمل حاجه لبلدنا. لجنه الخماسيه يعني اهلي، زمالك، اسماعيلي، انديه درجه تانية، درجه ثالثه، الموضوع كبير قوي. ما حسيتش ان في بعض الهجوم عليك بعد ما توليت المنصب او بقيت موجود مع اللجنه الخماسيه؟ حسيت ان في شويه هجوم على كابتن محمد فضل، زي ما انت ما بتقول في بعض الاوقات كده بيكون في توجيه لبعض الكتاب الالكترونيه عليك او على مجموعه من النادي الاهلي او مجموعه من اللي بيشتغلوا في العمل العام. هل انت شايف ان تعرضت لهجوم في البدايه؟ طبيعي، العمل العام كده تستحمل. كان في حساسيه عند جمهور الاهلي عشان انت مشيت من المنصب ده، فان كابتن محمد فضل ممكن يعني ينتقم او ياخد حقه من النادي الاهلي، حسيت انت بالموضوع ده؟ مش جمهور الاهلي. افصل. ماشي، الكتاب الالكترونيه اللي موجوده على السوشيال ميديا. بص خلي بالك، هي دي المشكله. مشكله انت دايما لما تيجي تقول النادي الاهلي، فانت لو قلت اي حاجه يبقى انت في مشاجره مع النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي قيمه كبيره جدا جدا جدا. فانت ابعد بقى عن اسم النادي نفسه، وحط اسم، وابعد عن المسؤوليه طبعا، لان المسؤوليه فكرني اقول لك حاجه حصلت. طب قولها دلوقتي اتفضل عشان ما ننساش. بص، الكوره او العمل العام كله في دبلوماسيه كتير قوي. فاخر مره مثلا من ماتش السوبر، النادي الاهلي بعد كده طلع بيان. فالبيان ده طلع فيه انتقادات شديده جدا ليا انا تحديدا والاستاذ عمرو الجناني. صح كده؟ تمام. البيان طلع من النادي الاهلي ضد الاتحاد المصري. هل يعقل بعد ساعه كابتن محمود الخطيب يكلم الاستاذ عمرو الجناني يعزمه تاني يوم على حضور مباراه الاهلي؟ لا طبعا. طيب حصل. فانا عاوز اقول لك ايه، انا الكلام ده ما بعيبش كابتن محمود الخطيب، لا طبعا كابتن الخطيب يعني ده عشان نتكلم عني، ده اللي حبيبني في الكوره يعني طبعا، واستاذ عمرو الجناني راجل محترم جدا لكن انا بقول لك واقع ان العمل العام بتشوف منه كتير قوي. ما بتهيأليش ان الواقع دي حد ممكن يحكيها اصلا. خلي بالك يعني كله يبتدي يقول لك لا او دبلوماسيه. في فرق بين النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي، واللي بيحصل من بعض مسؤولي او كتاب الكترونيه او حد في اللجنه الاعلاميه. ما انت خلي بالك ممكن واحد لجنه اعلاميه، ما هو انت عندك قناه وعندك في كتاب كبيره جدا، وحقك انك تدافع عن النادي الاهلي، ما بنتقدهمش على فكره، حقهم. وانا حقي ان انا ما الاقي ظلم يا ما اردش يا اقول الحقيقه، يعني اوضح الحقيقه. فانا وضحت الحقيقه بس. اما بيحصل حاجه قدام الحقيقه، انت بتبقى في العمل العام يا عمر بيبقى لازم حسم. الحسم ده يبقى فيه هجوم من طرف. فالهجوم من طرف ده هتعمل ايه؟ انت عندك بقى، انت الاتحاد المصري المفروض الانديه كلها
تحت المظله بتاعتك. فانت عندك مشكله بين الاهلي والزمالك، حكمت لصالح الزمالك، الاهلي يزعل. مشكله بين الاهلي والزمالك، حكمت للاهلي، الزمالك يزعل. مصري واتحاد، شايف ان جمهور الاهلي شايف ان كابتن محمد فضل هو من يمثل النادي الاهلي في اتحاد الكوره، وان هو مفروض عيب. عيب يا عم، وفي حاجه اسمها كده؟ انت 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 شايفها كده يعني؟ انت شايف ان جمهور كدا. الاهلي، انا بتكلم على الناحيه اللي الجمهور على السوشيال ميديا شايفها، شايف ان كابتن محمد فضل اللي المفروض يجيب حقوق النادي الاهلي، اللي المفروض يدافع عن النادي الاهلي، انت بتشوفها كده او بتشوف الحكم كده؟ الناس محقونه كده. ما هو انا بتكلم في كده، محقونه. خلي بالك تفرق. طب انت، طب انت لما بتحاول توضح ان مش صح كده بتلاقي في هجوم عليك؟ طبعا عيب. سؤال بس، لما بيجي يتقال مثلا حسام غالي، مش حسام غالي ده ابن النادي الاهلي؟ صح. بيجي يتقال مثلا حازم امام، مش حازم امام ابن الزمالك؟ طيب مش ده واجهه كويسه وده واجهه كويسه؟ طب هل الواجهه كويسه دي بيقعدوا في اتحاد الكوره ده يميل للاهلي وده للزمالك، وطلعوا الاعلام بقى كل واحد يبقى يا جماعه ده عيب يا جماعه. بس يا كابتن فضل، في الايام الاخيره او قبل تعيين لجنه الخماسيه، لو جينا بصينا على المنتخبات، على الاجهزه، بنلاقي شويه في حته توازنات بين الاهلي والزمالك، توازنات في الاختيار مش في الحسم. الموضوع بالنسبه لك ان انتوا جايين من الفيفا مخلي عندكم خالص عندكم ان انتوا جراءه اكتر، ان انتوا تقيموا وتعيدوا الحسابات من اول وجديد؟ لا يا عمر لا، شخصيه، خلي بالك مالهاش علاقه، مالهاش علاقه، مالهاش علاقه طبعا. انت قدامك صح وغلط، هتعمل الصح ولا الغلط. يعني كابتن فضل لو جه عن طريق جماعه عموميه هيبقى ده نفس تصرفاته ونفس شخصيته ونفس قوته اللي موجوده، والمجلس كله طبعا. انا مش بتكلم عليك صح وغلط، هو مفيش، هو يا ابيض يا اسود، مفيش جراي، مفيش. انت مش داخل في خناقه مع حد خالص، ولا عندك والله ولا عندي ذره يا عم نفسنا، ولا مفيش حاجه من الحاجات دي خالص. طب ما هو الدليل ان الحمد لله علاقتي بمسؤولي النادي الاهلي كلها كويسه جدا، مفيش حاجه خالص الحمد لله. يعني امير، بقول لك امير اخويا الصغير طبعا، امير ده حبيبي يعني، وكابتن خطيب وانت بتشوف يعني كل مجلس اداره النادي الاهلي حبايبي يعني. لكن الموضوع مش كده، الموضوع ان انت بيبقى فيه قرار حسم، انت واحد من ضمن لجنه الخماسيه، وانا بطل الابطال، واحد من ضمن لجنه الخماسيه، فبياخد قرار، القرار ده وفقا لمستندات معينه. فانت في الاخر لا، انا بحترم نفسي وبحترم على الترابيزه فير، لكن مش هقول انا بمثل النادي الاهلي. طب دي واحده بس، لو انا بمثل النادي الاهلي واحمد عبد الله بيمثل الزمالك، استاذ عمرو جنايه بيمثل الزمالك، مين بيمثل الاسماعيلي؟ ومين بيمثل بيت انديه مصر الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه؟ مين المصري؟ مين الانديه الدرجه الثانيه؟ مين الثالثه؟ مفيش كده يا جماعه. لكن في الاخر انت انت محطوط في المكان ده عشان تبقى عادل. فبتاخد القرار كلجنه خماسيه بالعدل وفقا للاحداث. كان عندك مشكلتين كده، او كان عندك محطتين ممكن يكونوا سبب ان برضه جمهور الاهلي شويه زود بعض الاتهامات لكابتن محمد فضل، اللي انت اكيد شفتها. انا بتكلم عن واقع، بتكلم عن امور انت عشتها. مباراه تاجيل لقاء الاهلي والزمالك اللي حصل في اول الموسم، مباراه الاهلي والزمالك في السوبر، والاحداث اللي حصلت بعد مباراه السوبر، والاتهامات طبعا اللي انت شفتها وعشتها، والانتقادات. وانا عارف ان انت مش بتطلع ترد كتير او مش بتتكلم كتير في مواضيع انت شايف ان هي طالما هي في السوشيال ميديا فخلاص ده وجهه نظر الجمهور، لكن انت قدام الراي العام، قدام مجلس الإدارة الأهلي والزمالك، أنت بتعمل شغلك وعارف كلجنة خماسية أنتوا عملتوا إيه صح في الموضوع ده. مش وجهة نظر الجمهور. خلي بالك، تحب دلوقتي حالا بعد 10 دقايق أطلع لك على السوشيال ميديا إن عمر ربيع ياسين عنده رجل حديد؟ لابس رجل حديد؟ أنت بتتكلم طب كتائب ها؟ طبعا. ممكن ربع ساعة أول ما نطلع دلوقتي حالا هتلاقي شعر طالع. أنا بعد كده كل أسئلة أنت تبقى كتائب مش الجمهور. والله أنت الكتائب. رجلك اليمين حديد. ما هو الكتائب يا كابتن فضل دول بيبقوا جمهور موجه. مش جمهور موجه، لا. بعض الاشخاص عندهم صفحات موجهين بيحط. طب هما نفس الاشخاص اللي في النادي الاهلي هم اللي برضو اصحاب الهجوم عليك دي يعني؟ صح يعني طبعا من طب طب الماتش الاولاني والتاجيل الاولاني عمر، طول ما انا اي حاجه ليها علاقه بالنادي هيبقى فيه هجوم. اليوم اللي انا اطلع بره من العمل العام وارجع مكاني كمشجع ومحب للنادي، الناس كلها تسكت وهيسندوك في حاجه تانية. لكن طول ما انت موجود في امور فيها حسم للنادي وفي حاجات النادي ممكن ياخدها والنادي ممكن ما ياخدهاش، في الاخر طب ما انت لجنه اعلاميه عنده بتعمل ايه؟ بتدافع عنه. القنوات بتعمل ايه؟ صح. يعني لسه كنت مكلم اسلام الشاطر، قلت له يا اسلام، اسلام حبيبي يعني، انت طلعت قلت في موضوع السوبر ان اسطوانه والحاجات دي كلها. يا اسلام الوضع 1 2 3 4 5. قال لي والله طب معرفة. ممكن طب ممكن بس يا كابتن فضل تقول لي ماتش السوبر ده واحداثه بسرعه كده، ايه اللي حصل؟ اتكلمت مع حد من مجلس الاداره، مجلس الاداره او حد من طيب. مجلس اداره النادي الاهلي اتكلم معاك تحديدا؟ طيب. ممكن اقول لك على حاجه بس انت قلتها عشان ما انساهاش. ماشي. تاجيل اي مباراه في الدوري خصوصا تحديدا مباراه الاهلي والزمالك، مباراه الاهلي والجونه، قرار امني بنسبه 100%، 100%، ورئيس نادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك على علم بالموضوع ده من بدري. مركز معايا؟
مركز معايا؟ طبعا ليه علاقه بالمفات الامنيه طبعا، ده حاجه لا, لا. غبار ولا خلاف عليه. انت مش مركز في البارت الثاني. انا مركز ان هو رئيس نادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك على علم بالموضوع ده من فتره كبيره جدا، تمام، وعارفين الموضوع امني. اما اجي اطلع بيان ضد اتحاد الكوره، مش هقولك طلع ضد الامن يا عم، بس طلع بيان عام. لكن انت بتطلع اتحاد الكوره وانت على علم وفي اللائحه بتقول كذا، يبقى انت ايه؟ انت كل يعني الاهلي والزمالك كابتن فضل كانوا على علم من قبل المباراه بفتره ان المباراه هتتاجل طبعا. وبعدين لكن هم اللي حصل ده بقى الهجوم اللي حصل ده ليه؟ تبرير وكده سريعا. الجماهير هتهاجمك، ما هو الجماهير هتهاجم مسؤولي الاهلي لو ما اتحركوش، تمام. فانت بتاخد كل اللي عليك البريشر بتروح راميه على مين؟ على اتحاد الكوره اللي هو الحيطه المايله اللي هو على طول اي حاجه ارمي عليها. ففي الاخر قمت انا طالع قلت يا جماعه رئيس نادي الاهلي على علم، رئيس نادي الزمالك على علم، اللائحه بتقول 1 2 3 4، ادي الجواب بتاع المفات الامنيه. يا جماعه اللي عاوز يتكلم على الجهات، مفيش حد بيتكلم. خلي بالك هم عاوزين يكلموك انت، يعني انت هو عارف الحقيقه على فكره، بس هو مش هيجي لك، مش هيروح للحقيقه، هو جاي لك انت. طيب ماتش السوبر بقى، ماتش السوبر يعني الغلط كان فين او المشكله كانت فين؟ ليه حصل برضو ضجه اعلاميه كتير؟ مفيش الغلط، ان حصل احداث طبعا مؤسفه جدا، محدش يتمناها يعني. بعد الاحداث المؤسفه دي في عقوبات، العقوبات طلعت من لجنه التظلمات طبعا. ف يعني بعد ما حصل الموضوع ده حصل مكالمه، الكابتن خطيب كلمني فبيقول لي العقوبات لا قبل العقوبات بيقول لي يحصل ايه؟ قلت له احداث مؤسفه جدا فاكيد في عقوبات. ايه العقوبات؟ قلت له حضرتك ما اعرفش. طب انتم مستندين على ايه؟ قلت له مستندين على الاسطوانه اللي تسلمناها من قناه ابو ظبي الرياضي زائد اسطوانه الفار. ممكن تكون المعلومه ما وصلتش بقى لكابتن خطيب مثلا، او يعني ما مش عارف، ما هو انا قلت كده. فلقيت مره واحده البيان طالع، وانتم ما خدتوش حاجه واحنا بنعملها وفقا للحاجات اللي اتبعتت لنا. يا جماعه لا، في اسطوانه كان متواجد المهندس محمد عباده اللي هو ممثل من الاتحاد المصري، 16 كاميرا يا عمر معايا في العربيه، اوريها لك لو عاوز تتفرج عليها. ماشي. والله العظيم مش متقطعه ولا عليها. انا عارف بكل زوايا الكاميرات. فهم اللجنه بتقعد تحط العقوبات، انا ماليش علاقه خالص. ده واحد. اتنين، قلت له من الاسطوانه اللي اتسلمناها من ابو ظبي، ايه هي؟ قناه ابو ظبي. فكابتن خطيب جه طلع الاستاذ يعقوب السعدي قال لك انا والله ما سلمتش حاجه، كان عامل مداخله، انا ما كنتش اعرف ان هو اصلا على التليفون موجود يعني. على الهواء. بعد ما لقيته موجود على الهواء فقلت له حضرتك فين الموضوع؟ قال لي انا ما سلمتكمش حاجه. قلت له حضرتك انا ماضي مع مين؟ قال لي مع مجلس ابو ظبي الرياضي. قلت له حضرتك ايه؟ قال لي انا قناه ابو ظبي. قلت له تبع ايه؟ قال لي ابو ظبي للاعلام. يعني انتوا حكومه واحده تبع الحكومه، كل ده تحت مظله الحكومه. طيب ادي الاسطوانه، طلعت الاسطوانه، الاسطوانه مكتوب عليها ايه يا عمر؟ مجلس ابو ظبي للاعلام. يعني زي بالظبط لما اجي اعمل حاجه في القناه الاولى هروح استلم الاسطوانه منين؟ من امام الاذاعه والتلفزيون ولا هروح استلمه من القناه الاولى مثلا؟ لا مسبير. فهم هو ممكن ما يعرفش من الناس اللي عنده. لكن في الاخر الموضوع استلمناه رسمي. حسام الزناتي بعد المباراه راح رسمي لمجلس ابو ظبي للاعلام واستلم الاسطوانه رسمي. فكل الكلام ده كابتن خطيب وصل له غلط فطلع البيان غلط، مع ان انا قايله الصح. زعلت يعني. انت حضرتك سالتني وانا جاوبت وقلت الحقيقه. سالت شخص اخر ممكن تكون المعلومه مش واصله عنده. ففي الاخر البيان زعلني طبعا، زعلني البيان جدا. وبعد ما زعلني البيان لقيت بعديها بساعه بقول لك يعني مكالمه للاستاذ عمرو الجناني بيدعوه لمباراه الاهلي. انت متخيل بقى انت؟ دي الحاجه اللي انت قلت لي عليها، ان الناس دايما بتكون شايفه حاجه بس الموضوع بيكون مختلف تماما. طيب الكلام اللي بيتقال ان في بعض الخلافات اللي موجوده من قبل اعضاء لجنه الخماسيه، ترد عليه تقول والله ما في حاجه خالص، والله ما في حاجه. ده حقيقه الدنيا بالنسبه لكم ما فيش والله اي مشاكل خالص. خالص ممكن مثلا انا اقول رايي في الاول خالص، اول ما تعيننا يمكن انا ودكتور جمال اختلفنا مره واحده. لكن في الاخر لا طبعا، يعني اختلفنا في وجهات النظر ما اختلفناش في لكن في الاخر الراي بيطلع بالاجماع. وطبعا دكتور جمال لا قيمه وقامه كبيره جدا، وراجل خبره واكاديمي، يعني انا بقول لك الاقاويل اللي بتتقال يعني. لكن في الاخر الواحد تشرف ان هو موجود مع نادي بجد. ما عندكمش مشاكل مع انديه خلص. كل حاجه بتكون بالتشاور دايما. اللي ظاهر للراي العام كابتن فضل ان انت يمكن القوي في 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 اللجنه الخماسيه، هل ده ليه علاقه بان انت كنت راجل نجم
ولاعب كوره وطبعا كابتن احمد عبد الله ودكتور احمد عبد الله طبعا نجم، بس برضه انت عارف ان النجوم اللي بيلعبوا كره القدم بيكون لهم طله مختلفه على الجمهور. يا عم انا مش نجم، مين اللي قالك نجم مش نجم؟ الموضوع ان انا بس بعد ما خلصت يمكن انا بطلع يعني عشان دخلت في العمل الاعلامي شويه، كنت مدير البطوله فكنت بتكلم في الناحيه الاعلاميه شويه، فبطلع اوضح بعض النقاط يعني، لكن في الاخر لا طبعا يعني عيب ان يتقال الكلام ده في وجود الاسامي الكبيره اللي موجوده في لجنه الخماسيه. لو سألتك عن اللائحه كده سريع، عن اللائحه اللي بتحضروها، هل في فعلا كان الاستعانه ببعض الاعضاء اللي كانوا موجودين قبل كده في اتحاد الكوره بشكل عام؟ حددهم لي كمان. يعني انت مكسوف تحددهم ولا انا احددهم لك؟ انا بسالك سؤال كده يعني. يعني اصل كل اللي بيتقال ان في استعانه طبعا مهندس هاني بوريده وفي مهندس احمد مجاهد، ده اللي بيتقال بالتحديد يعني. طيب نمسك واحده واحده. المهندس هاني بوريده هو راجل عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي وفي الفيفا. والله ما اتدخل في ولا بند من بنود اللائحه. ده المهندس هاني بوريده. دي حاجه. الحاجه الثانيه مهندس احمد مجاهد اللي فضل عليا كبير جدا، راجل قوي جدا 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 لائحيا، لكن في الاخر يعني معلش مع احترامي يعني احنا الخمسه جايين نحط لائحه هنسمع من كل الناس خلي بالك، لكن في الاخر في حد هيملى علينا الكلام اللي احنا نكتبه؟ عيب يعني. طب دلوقتي لو سالتك عن الحلم الاكبر لكابتن محمد فضل، هل مجلس اداره النادي الاهلي ورئاسته ولا رئاسه اتحاد الكوره؟ لا لا ولا حاجه والله خالص. بص يعني النادي مش بتفكر في الانتخابات اللي جايه؟ لا لا خالص. النادي الاهلي كمان سنه ونص سنتين مش بتفكر تكون في مجلس الاداره؟ ما بفكرش في اي حاجه خالص والله. خالص؟ لا خالص. طب اتحاد الكوره الدوره اللي مش دي اللي بعديها؟ بص انت قبل الحلقه سالتني قلت لي بعد ما تطلع من لجنه خماسيه ايه هتفكر ترجع لمكانك خلاص؟ قلت لك ولا حاجه. لا ما فيش يعني ما عنديش بلان، ما بحطش بلان ان انا بعد بقى هعمل كذا، ما بحطش يعني سيبها على ربنا اشتغل. بص طول ما انت موجود في مكان يا عمر اخلص جامد جدا واعمل اقصى حاجه عندك. سيب الباقي على ربنا. هتدعم مين في مجلس الاداره الاتحاد الكوره؟ الناس اللي هتنزل شايفني. اقول لك حاجه قبل ما تكمل. قول لي. كنت فاكر بتقول لي هتدعم مين في مجلس اداره الاهلي؟ كنت هقول لك على طول. لا الاول بس مجلس الاداره اتحاد الكوره الاول. لا ما اقدرش ادعم حد طبعا. أنا يعني مش شايف ان اي حد لا من لا. مجلس الاداره شايف انتخابات اللي جايه محمد فضل دوره ايه فيها؟ لا. هيدعم مين؟ فين في اتحاد الكوره؟ لا في النادي الاهلي. اتحاد الكوره انا لجنه هتشرف على الانتخابات فما اقدرش طبعا لازم ابقى محايد. تمام طيب النادي الاهلي. حسام غالي طبعا لو فكر. طب مش بتتكلم معاه ان هو ينزل؟ لا ما دخلش معاه في الحاجات دي خالص، بس حسام غالي هو نادي الاهلي. يعني حسام غالي هو نادي الاهلي، ده يعني هو ده اللي ينفع يبقى في يوم من الايام رئيس نادي الاهلي. كل الناس بتحبه، شخصيه محترمه، شخصيه واضحه جدا، بيحب النادي بجد بجد، ما بيخافش، واضح واضح في العلن. حط بقى تحت الكلمه دي 1000 خط. الكلمه دي هتزعل من ناس كتير قوي. واضح في العلن وفي الحق. حسام غالي. الناس كلها دلوقتي في ناس رؤساء انديه ماتت. يعني كابتن صالح سليم الله يرحمه مش مات. انا بتكلم تحديدا عن النادي. الناس كلها بتتكلم عليه ايه؟ كابتن طارق سليم مش توفى. طبعا الناس كلها بتتكلم عليه طبعا. التاريخ والسيره عمر هي اللي بتفضل، حتى لو في حد في خناقه معاك بعد كده بيبان. فانا بقول لك حسام طبعا طبعا وربنا يكرمه باذن الله، وان هو ده فعلا خير من يمثل النادي الاهلي في المستقبل. كابتن فضل انا في النهايه بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. انت بصراحه مش محتاج حلقه، انت محتاج حلقات كتيره جدا علشان خاطر انت بسم الله ما شاء الله عندك كلام وعندك تاريخ سواء في الناحيه الكرويه الفنيه او في الناحيه الاداريه. بتمنى لك التوفيق. انت زي ما انا قلت في الاول انت كادر محترم جدا واحد اهم الكوادر اللي موجوده في الفتره الاخيره، واتمنى لك التوفيق بشكل عام في كل مجالاتك سواء مجالاتك اللي هي علاقه بكره القدم او حتى خارج كره القدم كمشجع ومحب بشكل عام. عمر بشكرك جدا، حلقه حلوه جدا، دايما انت بتطلع بتطلع من جوه قوي حبيبك. لكن الواحد والله خلي بالك ممكن يبقى بعد الحلقه دي بعد الانتقادات، ده وارد ان انا اتكلمت من قلبي ففي حاجات بتبقى فيها دبلوماسيه. من قلبك جدا. بس انا بتكلم من قلبي لحبي للمكان. احنا اتكلمنا على الاهلي كتير قوي، على الاتحاد كتير، بس كان الاهلي اكتر. فانا بتكلم من حبي للمكان، فدايما لما تبقى في مكان بتبقى غيور، بتقول كل اللي جواك، ممكن تنتقد حد بس الانتقاد بيبقى ادب. فانا طلعت كل اللي جوايا بامانه. بشكرك جدا ودايما فعلا تطلع اللي جوه قوي. حبيبي يا كابتن فضل بشكرك شكرا جزيلا. طيب يا حبيبي ربنا يخليك. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دايما نشوفكم في حلقات في نمبر 1 على قناه النهار، وزي ما حضراتكم متعودين الجديد كله بيكون عندنا. وتصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.